دلوقتي احنا بإذن الله هنبدأ في آخر فيديو خالص عن دفع دكتور جمال. الفيديو ده يعتبر فيه تقريبا جزئية إن شاء الله، سؤال مضمون تقريبا كل سنة في امتحانات الفاينل، اللي هو المفروض بقى حسابات ال internal combustion engines، اللي المفروض بيكون سواء compression ignition engine أو spark ignition engine. لكن بداية الفيديو هتكون في شرح ال compression ignition engine، عشان كده نكون الحمد لله خلصنا ال spark ignition engine وال compression ignition engine. وزي ما احنا متعودين من اول السنه كده، افتح ديسكريبشن هتلاقي كل حاجه من دول متفصصه بالوقت بتاعها بالثانيه كمان. نبدا بسم الله. كنا خدنا في الثيرموداينامكس حاجه اسمها الاديباتيك بروسيس، وكنا عارفين ساعتها ان المفروض هي مميزه لان ما فيهاش انتقال لحراره. لو فرضنا ساعتها ان عندي مثلا سي كونتينر مثلا معين وفي بيستون، بس نغير بس اللون عشان ما يبقاش كله نفس اللون، في حد يتلخبط يعني. ولو في بيستون مثلا معين، وسي مثلا ان في الحالة دي كان عندي بريشر مثلا اسمه واحد P1، وكان عندي فوليوم معينة اسمها V1. حصلت عملية ما في السيستم بتاعي، فساعتها المفروض ان هو تحول لي، فبقى عنده بريشر جديد هسميه مثلا B2، وفوليوم جديدة هسميها V2. أنا بقى عايز أجيب علاقة ما بين الاتنين دول. أجيب الكلام ده إزاي؟ أنا كنت عارف إن المفروض في بروبرتي حلوة جدا في العمليات الأديباتيكية، وهي عارفة اسمها كده بالعربي، إن المفروض إن البريشر مضروب في الفوليوم مرفوع الباور جاما، اللي هي المفروض الأديباتيك كونستانت أو أديباتيك إندكس، معلش، بيساوي لي البي 2 مضروب في البي 2 بالشكل ده مرفوع برضو لباور جاما، بحيث ان المفروض احنا كنا خدنا برضو في الثيرموداينامكس ان الجاما دي المفروض بتساوي لي السي بي على السي في. لو احنا كنا رجعنا للفيديو بتاع الايديال جاسز في الثيرموداينامكس البلاي ليست دي، او حتى فيديو كلوزد سيستمز، مقسوم على السي في، وكان تقريبا بيساوي قيمه ثابته اللي هي 1.4 للهواء. بس القيمة دي خاصة بالهواء بس، عشان محدش يعني ياخدها at face value لكل الحاجات، أو الهواء بس، أو الهواء فقط بس. يعني ده اللي محتاج أعرفه عن العملية الأديابيتك عامة. ولكن أنا ممكن ألعب في المعادلة دي زيادة شوية، يعني مثلا ممكن أقول له إن مثلا say بي 2 على بي 1 بتساوي لي في 1 على بي 2، بس طبعا هيكون مرفوع الباور جاما. بي 2 على بي 1 بيساوي لي في 1 على بي 2، ده على ده بيساوي ده على ده، والكلام ده كله مرفوع لي لباور جاما بالشكل ده. وساعات جاما بيرمزها برمز كي يعني، بس الدكتور جمال كان أكيد أكتر على موضوع جاما. وعلى فكره ملحوظه بخصوص الشفوي، وان شاء الله دكتور جمال بيحب جدا يسال عن السيمبلز، يعني ممكن دكتور مثلا جمال يجيب لك سيمبلز مثلا في الثيرموداينامكس ولا في اي حاجه، يكتبها لك مثلا في ورقه ويقول لك الرمز ده او مثلا بيعبر لي عن ايه. فخلي بالك كويس جدا من الرموز والنوتيشنز والكلام بتاع الميكانيكيه عامه، علشان دكتور جمال بيحب يسال فيه جدا 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 يعني الصراحه. كله مرفوع لباور جاما بالشكل ده او باور كي، ولكن خلينا بالنوتيشن اللي كان دكتور جامع ماشي بيها في المحاضره. يكون في بعض المراجع بتقول جامع وبعض المراجع بتقول كي، احنا مع الدكتور مجدي ماشيين بكي. دكتور جمال بيحب اكتر السيمبل بتاع الجامع يعني، فاعرف الاثنين يعني حتى كمعلومات عامه. طيب ممكن العب اكتر في المعادله دي. يعني دلوقتي انا عارف ان المفروض ممكن من الايديال جاس لو ان بي 1 في بي 1 بتساوي لي الكتله مضروبه في ار مضروبه لي في تي 1. ممكن اعمل نفس المعادله دي للستيت 2 اللي فيها بي 2 في 2. والمعادله الثانيه اهي، ممكن بقى اقسم معادلتين على بعض ساعتها، يعني اقول بي 2 في 2 على بي 1 في 1 وام ار في تي 2 على ام ار في تي 1، فطلع لي حاجه بالشكل ده. انا بس قلت دي على دي، ما عملتش حاجه ثانيه، بس قسمت الاثنين على بعض، وعارف ان الام والار المفروض اصلا ثابتين بنفس الماده ونفس الكتله. الار خاصه بالماده والام خاصه بالكتله، ما معروفه، فيطلع لي حاجه بالشكل ده. علاقه ساعات الروت ما بين البي والفي والتي. دلوقتي ممكن اعمل حركه،
مكان البي 2 على بي 1 احط في 1 على في 2 مرفوع الباور جاما، بحكم ان انا اصلا عارف من زمن الزمن ان ده الشرط بتاع العمليه الاديباتيكيه. ومكان الفي 2 على في 1 ممكن ببساطه برضو احط ايه، ممكن ببساطه احط في 1 على في 2 مرفوع الباور جاما، قصدي مرفوع الباور سالب 1، يعني كده بس قلبت الفراكشن ده او قلبت الكسر ده، فدي تبقى المعادله بتاعتي. انا بس عوضت دي مكان دي وبس قلبت الفراكشن ده، فهلالي حاجه بالشكل ده، ما عملتش حاجه تانية. طب مش اصلا ممكن اضرب الاتنين دول في بعض على طول واطلع في 1 على في 2 مضروب مرفوع الباور جاما ناقص 1؟ انا عارف ان انا بضرب حاجتين مرفوعين لباورات، فكده بجمع الباورات دي من ايام اعدادي مدرسه مش هندسه كمان. يعني في 1 على في 2 مرفوع الباور جاما مضروبه في 1 على في 2 مرفوع الباور سالب 1 بتساوي لي في 1 على في 2 مرفوع الباور جاما ناقص 1. بس تلاقي الحاجه بالشكل ده. جالك واحد دولار، طب انا عايز اخلي المعادله دي برضو بدلت البريشر، يعني ستقول ان بي 2 على بي 1 مثلا مرفوع الباور كذا بتساوي تي 2 على تي 1. اعمل الكلام ده ازاي؟ الموضوع سهل. اتخيل ان انا المعادلتين دول رفعتهم مع بعض لباور جاما ناقص 1 على جاما، يعني ساعتها حاجه بالشكل ده، كلها مرفوع الباور جاما ناقص 1 على جاما. وهي نفس الكلام، جاما ناقص 1 على جاما. هلاقي ساعتها اللي حصل، انا عارف ان انا برفع باور لباور تاني كأني بضربهم في بعض، يعني مثلا قلت 2 باور 5 وكلهم باور 9 مثلا، يعني كأني بقول 2 باور 5 في 9، يعني باور 45. فكان ده كله يطلع لي في 1 على في 2 مرفوع الباور جاما في جاما ناقص 1 على جاما، فكأن الجاما دي هتطير دي، فيطلع لي ساعتها في 1 على في 2 مرفوع الباور جاما ناقص 1 بس. يعني فعلا ال expression ده كله بيساوي لي ال expression ده، وساعتها بيساوي لي كله بي 2 على بي 1 مرفوع الباور جاما ناقص 1 على جاما. بس فدي المعادلة بتاعتي. ساعتها بقى ممكن استنتج من المعادلة دي كذا حاجة يهموني جدا في ال engines بتاعتنا ان شاء الله. أول حاجة، نفرض إن بي 1 لما راحت لبي 2 إنها زودت ال pressure ساعتها، يعني كان بي 2 اكبر من بي 1، فلاقي ساعتها ان لما بكبر البي 2 الفوليوم بتقل، وفعلا ده بديهي، كل ما بزود البريشر ساعتها كل ما الفوليوم بتقل، كل ما بكبس حاجه كل ما الفوليوم بتاعتها بتقل، يعني المفروض ساعتها فعلا ان كل ما زود البريشر كل ما الفوليوم بتقل، حاجه بديهيه. ولاحظ ساعتها ان مع العمليه دي ذات نفسها التمبتشر بتزيد، يعني لما بزود البريشر ساعتها الفوليوم بتقل والتمبتشر بتزيد. بس ده اللي محتاج اعرفه، يعني مش محتاج حاجه اكتر من كده. علاقه من البريشر والفوليوم والتمبتشر في الادياباتيك بروسيس اللي ما فيهاش هيت ترانسفير، يعني ساعتها كأن الحاجات دي كلها معزوله. نبرد بقى المعادله دي عشان نحتاج جدا ان شاء الله طول ما احنا ماشيين في الهيت انجنز. يبقى برضو هنأكد تاني على ان كل ما البريشر بيزيد كل ما الفوليوم بتقل وكل ما التمبتشر بتزيد. علاقة بي 2 على بي 1 بتساوي تي 2 على واحد تي 1 ساعتها، فكأني بقول علاقة دايركت، يعني فعلا كل ما ده يزيد ده يزيد، لكن هنا كأنها انفرس، كل ما ده مثلا يزيد ده يقل والعكس صحيح. نيجي بقى لأهم بارامتر تقريبا احنا لازم نعرف كلام عنه في الـ Conversion Ignition Engine والكلام ده، وهو حاجة اسمها الـ Self Ignition او الاوتو اجنيشن تمبتشر. مبدئيا كده المفروض ان الاسم بتاع اوتو اجنيشن ده ساعات دكتور احمد طاهر او في اغلب الاحيان دكتور احمد طاهر بيستعمله في الامتحان الشفوي، فانت لو لقيت كلمه اوتو اجنيشن اعرف ساعتها ان دكتور قصده، والسيلف اجنيشن احنا كنا خدناه مع دكتور جمال وهنتكلم عنه دلوقتي باذن الله. يعني ببساطه المفروض ان ده ترجمته بالعربي درجه حراره الاشتعال الذاتي، يعني ساعتها المفروض لو انا عندي فيول او وقود معين ورفعته لدرجه حراره معينه ممكن عند درجة الحرارة المعينة دي يشتعل ذاتيا من غير ساعتها محتاج شرارة، ومن غير ساعتها محتاج مثلا ولعة ولا شعلة ولا أي حاجة. فببساطة ده التعريف بتاع ال self ignition temperature، هي درجة الحرارة اللي عندها الفيول أو الوقود بتاعي بيبدأ إن هو يحترق أو يشتعل ذاتيا أو تلقائيا ساعتها من تلقاء نفسه من غير وجود
فليم او سبارك اللي هي شرارة. وطبعا لازم يكون في درجة حرارة معينة خاصة بكل مادة، يعني مثلا ممكن يكون في وقود معين مثلا درجة حرارة 300 درجة، فأقل من 300 درجة ما يشتعلش ذاتيا، لكن لو وصل 300 ساعتها هيتحرق من نفسه كده من غير أصلا ما يحتاج سبارك، أو من غير أصلا ما يحتاج شعلة حتى، ولا كبريت، ولا أيا كان يعني المصدر الخارجي المفروض أنت بتحرق بيه عادة الوقود. هنا بقى يجي الدور بتاع العملية أو الـ adiabatic process. هنا بقى يجي الدور بتاع الـ adiabatic process. احنا قلنا المفروض ان العلاقة ما بين الـ volume and temperature علاقة عكسية، كل ما تصغر كل ما تصغر الـ volume كل ما الـ temperature تزيد، كل ما تضغط في المادة كل ما الـ temperature او درجة الحرارة تزيد. هنا بقى ساعتها نفترض جدلا ان عندي سلندر معين مثلا او اسطوانة معينة وجواها شوية هواء، وهنا مثلا في مكبس او بيستون بالشكل ده، وانا عمال اضغط في المكبس ده، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ ساعتها المفروض انك انت كل ما بتزنق الهواء المفروض اصلا هيكون محبوس هنا، لو جينا بقى الثيرموداينامكس كل ما درجة حرارته هتزيد لو هي عملية adiabatic. حلو جدا. طب ساعتها اصلا مش ممكن عند مرحلة معينة درجة حرارة الهواء مثلا سي تبقى حوالي مثلا كده رقم من دماغي مثلا 300 درجة مئوية؟ ممكن عند conditions معينة. طب ايه اللي يحصل بقى لو جبت فيول درجة حرارة اشتعاله الذاتي 300 درجة ورشيته جوه على هيئة كده رش كده سبراي؟ ايه اللي يحصل ساعتها؟ هلاقي ان هو هيقابل درجة حرارة 300 درجة في الوسط بتاعه فيشتعل ذاتيا. الله، يعني هل انا اصلا ممكن استخدم الفكرة دي من غير ما احتاج سبارك ولا بوجيه ولا الكلام بتاع السبارك نيشن انجن والكلام ده كله؟ ايوه، انت ممكن تولع اصلا في الوقود بتاعك وتخليه يشتعل ذاتيا من غير اصلا ما تحتاج سبارك بلاج ولا حتى تحتك بيها. الكلام ده كله ازاي؟ الكلام ده ببساطه مبني على الفكرتين دول، مبني على معرفتنا للادياباتيك بروسيس، ومبني على فكره السيلف اجنيشن تمبرتشر بتاعه بعض الفيولز. والفكره دي تعتبر اساس الكومبريشن اجنيشن انجن، اللي ببساطه عن طريق الضغط عن طريق تصغير الفوليوم بيزيد درجه حراره الهواء اللي جوه السيستم، فلما ترش جواه وقود يشتعل ذاتيا. نبدأ بسم الله بقى في الموضوع الرئيسي بتاعنا واللي علشانه عملنا المقدمة دي كلها. دلوقتي بقى نبدأ بسم الله في الـ Compression Ignition Engine، واحد اسمها التانية الـ Diesel Engine. طيب المفروض ان الـ Compression Ignition Engine والـ Spark Ignition Engine متشابهين لدرجة كبيرة جدا 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 مع بعض الاختلافات البسيطة، فاحنا نكتفي زي ما الدكتور اكتفى بذكر الاختلافات، لكن اي حاجة تانية بتكون زي بالظبط تقريبا زي موجودة في الـ Spark Ignition Engine. فاللي هو طبعا لازم تكون مذاكر كل حاجة عن Spark Ignition Engine والstrokes بتاعته، مش عارف expansion stroke والكلام ده كله، عشان فعلا واحنا بنعمل مقارنة تكون فعلا in pace معانا وشايف فعلا الفرق اللي ما بين الـ Compression Ignition Engine والـ Spark Ignition Engine. أول وأهم فرق إن المفروض الوقود المستخدم في حالة الـ Compression Ignition Engine وقود درجة حرارة الاشتعال الذاتي بتاعته قليلة شوية مقارنة ببقية أنواع الوقود اللي كنا مثلا بنستخدمها في الـ Spark Ignition Engine وغيرها. وساعات بيسموا أشهر أنواع الوقود يعني اللي بيستخدموها في الـ Engine ده Diesel Engine، نسبة للاسم بتاع أصلا المحرك ده. المحرك ده أصلا مسميه Diesel Engine عشان كان عالم اسمه ديزل أصلا هو صاحب الفكرة بتاعت السايكل بتاعته. وتاني أهم فرق إن مفيش حاجة اسمها سبارك بلاج في الـ ديزل انجن بتاعي. أصلا احنا عارفين الفكرة بتاعت العمل معتمدة على الـ adiabatic process، معتمدة برضو على الـ self ignition temperature أصلا، يعني معناه إن الفيول بتاعي المفروض لما بيوصل درجة حرارة معينة بيشتعل ذاتيا، لكن مش محتاج حاجة بقى عشان تبدأ الاشتعال ده، مش محتاج مثلا شعلة ولا مثلا سبارك تعمل لي اشتعال للمادة، لا خالص. فتاني أهم فرق ساعتها إن مفيش حاجة اسمها سبارك بلاج هنا. نيجي بقى للستروكس. احنا قلنا المفروض ساعتها إن ديزل انجن زيه زي السبارك اجنيشن انجن في الستروكس، أربع ستروكس فعلا بنفس الترتيب اللي احنا عارفينه. أول حاجة الانتيك أو الانلت اللي فيها فعلا المفروض إن الشحنة بتخش لي،
بعد كده بقى المفروض في كومبريشن، وبعد كده في اكسبانشن او اسمها برضو كومباشن او اسمها برضو الباور ستروك عشان هي فعلا بتديني باور للمحرك. واخر ستروك او اخر شوط هو بتاع الاكزوست، ساعتها لما بخرج الاكزوست بره المحرك بتاعي. الحقيقه بقى ان الاختلاف ما بين الكومبريشن اجنيشن انجن والسبارك اجنيشن انجن، اول اختلاف في اول ستروك خالص عندي في الدوره بتاعه السايك بتاعه الانجن، وهي المفروض الساكشن ستروك، والمفروض بقى ساعتها المفروض ان في شحنه بتخش للمحرك بتاعي. الفرق ببساطه اني كنت متعود في حاله السبارك اجنيشن انجن ان كان بيتخش لي شحنه عباره عن وقود مع هواء، لكن بقى في حاله الديزل انجن بيخش لي هواء بس. الوقود ما بيخش دلوقتي، فده اهم فرق، ان في الساكشن ستروك ساعتها بيخش لي هواء بس. طبعا بيخش برضو من نفس الانتيك او انلت فالف، ساعتها احنا نفس الديزاين تقريبا هو هو، لكن مع بعض الاختلافات اللي احنا بنذكرها دلوقتي. طيب تاني بقى اختلاف، وده المفروض موجود في نهاية الكومبريشن ستروك. ازاي؟ احنا كنا متعودين ان في نهاية الكومبريشن ستروك المفروض ساعتها كانت سبارك بلاج بتعمل لي شرارة، ساعتها بقى بتعمل بقى الشرارة دي ايه، بتولع لي في الوقود، فساعتها تبدأ الاكسبانشن ستروك بتاعتي فعلا مع اشتعال الوقود. هنا بقى نلاقي ساعتها ان اصلا مفيش حاجة اسمها سبارك بلاج. الله، طب ساعتها اصلا هدخل الوقود ازاي؟ ساعتها المفروض ان الوقود بيخش لي عن طريق حاجة اسمها انجكتور، بيعمل سبراينج للوقود في الهواء السخن. فبيبقى عندي انجكتور بالشكل ده، اللي هو المفروض البتاع اللي بالاحمر، لكن طبعا هو لونه مش احمر في الانجن اصلي، بس عشان بس نوضح المكان بتاعه يعني لون مختلف. المفروض ساعتها هو بيعمل كده حاجه زي سبراي للفيول، او بيرش الفيول ساعتها او الوقود جوه السيستم، عامل بالظبط زي مثلا السبراي العادي مثلا اللي موجود في المبيدات الحشريه، او حتى مثلا في مزيلات العرق او البرفيومز والكلام ده كله. حاجه بتعمل سبراي للوقود، فساعتها هو بيرش الوقود في منطقة أصلا المفروض إن هي سخنت، بحكم إن الهواء لما انضغط حسب إن العمليات الأدياباتيكية درجة حرارته ارتفعت. ولكن عايزين بدل ما نستعجل كده نمشي ورا الكلام ده واحدة واحدة. بعد ما عرفنا الحمد لله الفروق الأساسية، عايزين بقى فعلا نمسك الديزل انجن من أوله لحد آخره عشان محدش يتلخبط مننا. يعني ده ممكن نقول هو السامري بتاع كل الكلام الجاي بإذن إن شاء الله، يعني من غير مقاطعة. الستروك الأولانية suction stroke المفروض ساعتها زي ما احنا كنا قايلين إن الهواء لوحده من غير أي حاجة بيخش لي بالشكل ده، يعني المفروض ساعتها اللي بيخش لي بس هو الهواء. وزي ما قلنا كان السبارك بلاج بيكون فيه انجكتور كده عشان يرش لي بقى الوقود بعد شوية، مش دلوقتي خالص. والمفروض ساعتها إن البيستون بتاعي زي مثلا هو عند التوب ديد سنتر اللي اسمه مثلا تي دي سي، فهو بعد كده هيبدأ ينزل لي لحد ما يوصل لي للباتوم ديد سنتر ساعتها. واخلي بالي ان الفالف بتاع الانتيك او الانلت هو اللي مفتوح عشان ساعتها يسمح لي فعلا ان الهواء يخش، لكن بتاع الاكزوست هو اللي مقفول. لو الاتنين مفتوحين ساعتها على بعض كأن الهواء زي ما بيخش بيخرج، او مثلا جزء يخش وجزء يخرج ساعتها، فيعمل لي مشاكل وهيقلل الكفاءة بتاعة المحرك اصلا لو فيها اصلا دخل يعني وفضل يعني جوه فعلا المحرك بالصمامين المفتوحين دول يعني. لحد ساعتها ما البيستون يوصل للبوتوم ديد سنتر اللي هي اقصى مسافه ممكن يوصل لها لتحت، ساعتها المفروض بقى اللي بيحصل الصمامين بيقفلوا مع بعض، وساعتها ببدا في الكومبريشن ستروك. بتبدا بقى ازاي؟ ان المفروض بقى البيستون بيبدا ان هو يطلع لفوق. خلي بالك انك انت المفروض مع بدايه الكومبريشن كان عندك المفروض هواء في الفوليوم دي اللي هو خلاص دخل بقى واتقفل عليه، فبس هنسمي الفوليوم مثلا دي فوليوم 1 اللي هو ساعتها ممكن نقول اقصى سعة فعلا للانجن او للمحرك بتاعي، يعني فعلا اقصى سعة ممكن يكون فيها هوا مثلا او يكون فيها حاجة او فلويد مثلا معين، هي فعلا المساحة دي اللي ما بين البوتوم ديد سنتر ونهاية الانجن او المحرك. المفروض بقى ساعتها اللي هيحصل، المفروض بقى ساعتها ان البيستون هيرجع يطلع فوق تاني ويضغط في الهواء. فعند نهاية الكومبريشن ستروك بالظبط وقبل بداية الاكسبانشن ستروك
الاقي ساعتها كان البيستون بتاعي خلاص بقى اللي هو عند التوب ديد سنتر، وساعتها كانه زنق لي الهواء في المنطقه الصغيره دي اللي ساعات بيسموها الكليرنس فوليوم او حجم الخلوص. يعني ساعتها كان ايه، كان ساعتها بعد ما كان ليبر راح V1 اتضغط والهواء بتاعي بقى ساعتها كانه بقى V2، يعني حصل تغير في الفوليوم. وهنفرض ساعتها مجرد بس فرض اولي ان الانجن بتاعي معزول، يعني ساعتها كان مفيش هيت ترانسفير، ساعتها كان دي عمليه اديباتيكيه، الفوليوم قلت يبقى التمبرتشر هتزيد. المفروض بقى ساعتها نكتب بس المعادله دي. لو فرضنا بقى زي ما قلنا خلاص ان الانجن بتاعك تقريبا كانه معزول، كنوع من الابروكسيميشن زي ما احنا قلنا، فهلاقي ساعتها ان علاقه بين ال V1 وال V2 درجات الحراره علاقه اديباتيك، يعني ساعتها كان في اديباتيك بروسيس او عمليه اديباتيك ساعتها. فكان المفروض V1 لا فوليوم ما قبل الانضغاط على V2 هي بعد الانضغاط، مرفوع الباور جاما ناقص 1 بتساوي لي T2 على T1، كان ساعتها بعكس، يعني كان ساعتها كل ما قلل الفوليوم كل ما التمبرتشر بتزيد، كل ما اضغط كل ما البريشر بيزيد، كل ساعتها ما التمبرتشر بتزيد. دلوقتي باين جدا اكيد طبعا ان المفروض ال V1 وال V2 دول حسب الديزاين بتاع الانجن، يعني مثلا دلوقتي هلاقي ان المفروض ال V1 هي المسافة، هي الحجم اللي فوق ال PDC، اللي هو ساعتها الحجم اللي لما البيستون بيكون عند البي دي سي ساعتها، فكأن هو اكبر حجم ممكن فعلا الهواء يحتله يعني جوه الانجن. لكن الحجم V2 ده هو اقل حجم ممكن الهواء يحتله، يعني ساعتها كأن هو الفوليوم اللي فوق التي دي سي او كليرنس فوليوم اللي اصلا اقل فوليوم. يعني ببساطه ال V1 هي الماكسيمم فوليوم، ال V2 هي المينيمم فوليوم. او بقى النسبه ما بينهم عشان نسبه مهمه بيسموها نسبه الانضغاط او الكومبريشن ريشيو ساعتها، ودي رمزها RV. قال يعني كان بيقول هو الهواء انضغط بنسبة كام؟ يعني مثلا زي ان V1 مثلا اكبر من V2 ب 20 مرة، يبقى الهواء ساعتها لما هيتزق هنا هينضغط 20 مرة ساعتها. يعني كان 20 مرة ازاي؟ يعني ساعتها كان الفوليوم بتاعته قلت 20 مرة، فساعتها يصحبها عملية اديابتك ساعتها، يعني T2 المفروض انها تتغير وتزيد عن T1. طيب ورمز الكومبريشن ريشيو ار في ممكن ترمز له بسي ار، يعني كان هي كومبريشن ريشيو في سي فور كومبريشن ار فور ريشيو يعني، وحاجه بالشكل ده. لو جالك واحد ده وقال لك ان هو عايز ياخد مثال عملي على الكلام ده، مبدئيا كده انت عارف ان في ستيت 1 ايام ساعتها ما كان البيستون بتاعك عند البي دي سي لا نهايه الايه، نهايه السكشن ستروك، درجه حراره الهواء كانت تقريبا درجه حراره المحيط الخارجي، يعني مثلا سي ان درجه الحراره بتاعه الهواء والمحيط الخارجي يعني تقريبا 27 درجة مئوية، يعني كان ساعتها مثلا ساي في نص الربيع كده. يعني ممكن ساعتها لو حولها الكلفن، عشان أهم حاجة طبعا تحويل الكلفن من أيام الثيرموداينامكس، الكلام ده زائد 273 يعني كان ساعتها 300 كلفن. طيب ساي بقى إن النسبة بتاعة ال V1 على ال V2 اللي هي ساعتها المفروض بتكون متحددة بالديزاين اللي هي ار في بتاعتي بتساوي لي 15، اللي هو مثال المحلول بتاع الدكتور في المحاضره، يعني 15 يعني في 1 اكبر من في 2 مثلا ب 15 مره. هتلاقي ساعتها انك انت عايز تحسب له ايه، عايز تحسب له التي 2 اللي هي درجه الحراره بتاعه الهواء بعد الانضغاط. فتلاقي ساعتها التي 2 بتساوي لك ايه، مبدئيا كده ممكن اعبر عن المعادله دي بشكل تاني ان هي بتساوي لي الكومبريشن ريشيو مرفوع الباور جاما ناقص 1. فساعتها ممكن نقول المعادله دي هتصير لي ساعتها تي 1 مضروبه في الار في مرفوع الباور جاما ناقص 1، يعني كاني بقول بتساوي لي تي 1 مضروبه في ار في، والار في كلها تكون مرفوعه الباور جاما ناقص 1 بالشكل ده، مفيش اي مشاكل خالص في الموضوع. حلو جدا، نبروز بقى المعادله دي، او بلاش نبروزها يعني عشان عايزين نبروز حاجات اهم منها، احنا اولى بينا نبروز المعادله دي احسن، وهي وتعريف الكومبريشن ريشيو يعني، عشان دول اهم حاجه بالنسبه لنا. جرب بقى انك انت تتعوض بالجيفن اللي عندك، وانت عارف اصلا ان الهواء من اول الفيديو بيكون ليه جاما بتساوي لك تقريبا 1.4. ساعتها بقى لما تعوض له عندك التي 1 عوض بالكلفن، وعندك الار في، وعندك الجاما، شوف هيطلع لك رقم كام، 886 كلفن، يعني تقريبا ممكن لو حسبتها بالسلسيوس تاني رجعتها للاصل 613 درجه مئويه. طبعا المفروض الرقم ده رقم كبير جدا، انا من درجه حراره الاوضه
او درجه حراره الجو لقيت نفسي بقت 613. طبعا ده يعني حاجه مهوله. فساعتها المفروض دي درجه الحراره بتاعتك اللي انت ظابطها، ولكن في الحقيقه المفروض ان انا كنت فاضل في الاول كمان بالابروكسيميشن ان مفيش انتقال حراره، مفيش هيت ترانسفير، عمليه ادياباتيك سيرف. ولكن في الحقيقه علشان اكيد طبعا لازم يكون في انتقال حراره، فلاقي ساعتها ان درجه الحراره دي ابروكسيميت لكنها مش دقيقه قوي. الدقيقه زي ما كان الدكتور قال في المحاضره هتكون في الرينج بتاع ال 500. طيب يبقى ساعتها خلاص انت اقتنعت الحمد لله درجة الحرارة هنا بقت 500 او في رينج ال 500. نتخيل بقى ساعتها انك انت خلاص من نهاية الكومبشن ستروك، ساعتها بقى الانجكتور بتاعك بدأ ان هو ينقط او يعمل سبرينج ساعتها بقى للفيور بتاعك، وبيعمله في اتجاهات كده مختلفة المفروض بالشكل ده. المفروض ان الفيول ده بيكون ليه سيلف اجنيشن تمبرتشر، درجة حرارة معينة بيتحرق عندها زي تعمل كده سبارك بلاج. يبقى بالمنطق لازم اختار فيول يكون السيلف اجنيشن تمبرتشر بتاعته يا بتساوي 500 يا اقل من 500. ازاي؟ هنرفض دلوقتي ثلاث حالات. هنرفض ان عندنا فيول معين درجة حرارة مثلا الاجنيشن بتاعته 210، وواحد تاني درجة حرارته مثلا ساي 500 بالظبط، وواحد تاني نفرض جدلا بتساوي مثلا 710، مع ان الرقم ده كبير قوي قوي يعني على الفيولز، بس برضه نفرض كده مجرد فرض. هتلاقي ساعتها انك انت لو فرضت انك انت بدأت بالفيول ده بيحترق ذاتيا عند 710. لما يخش عند الهواء درجة حرارته 500 هيكون لسه ما وصلش لدرجة الحرارة بتاعة الاشتعال الذاتي، فهيكون لسه زي ما هو مش هيشتعل. ال 500 بالظبط هينزل عند 500 بالظبط فيشتعل ذاتيا على الحروك لوك. ولكن خلي بالك ان اصلا الرقم ده تقريبي، ممكن يكون اكبر من كده اصغر من كده، ممكن اصلا في الاخر يطلع ان الهيت ترانسفير عالي شويه، فاصلا تلاقي ان التمبرتشر اللي جوه الهواء اصلا او التمبرتشر بتاعت الهواء اقل مثلا من 500، فساعتها كأن ده 500 وداخل على حاجه اصغر منه فمش هيشتعل. لكن نفرض بقى ان انا عندي درجه حراره، عندي فيول التمبرتشر بتاعته كسيلف اجنيشن هي 210، هيخش على 500 هيلاقي هيحترق وزياده. زياده ازاي يعني؟ يعني كان درجه حرارته اصلا بتاعه الاحتراق اللي هو اصلا محتاجها 210، لكن هي لقى 500 اصلا، فلقى فوق اصلا هو عايزه، فيحترق ساعتها زي الفل. فقاعده عامه لازم ان درجه الحراره بتاعه السلف اجنيشن بتاعه الفيول تكون يا اصغر من يا بتساوي درجه الحراره بتاعه الهواء اللي جوه الايه؟ اللي جوه الانجن بعد الانضغاط. ولكن طبعا ده ان أأمل ان احسن احتمال هو ان هو يكون اقل وبكتير شويه كمان. ولكن تكنيكلي هو عند 500 يعني هيولع تكنيكلي يعني، ونتكلم تقنيا، ولكن الشرط العام ده. لكن استحاله يتحرق لو ايه؟ استحاله يتحرق ذاتيا لو درجه الحراره فعلا بتاعت التي 2 مثلا اقل من التي بتاعت السيلف اجنيشن بس. يعني هو ده فعلا اللي يهمني. ممكن بقى الدكتور يلعبك في الامتحان، يعني ممكن مثلا في امتحان اخر السنه مثلا يجيب لك ثلاث انواع من الفيول زي ما احنا كنا شايفين كده، ويقول لك مثلا درجات حرارتهم، ويقول لك مثلا مساله بالشكل ده، يقول لك درجه الحراره بتساوي كذا، والجاما بتساوي كذا، والار في بتساوي كذا، اختار لي الفيول المناسب. فانت اختار الفيول ساعتها اللي يحقق لك الشرط بتاع ان المفروض درجه الحراره بتاعه احتراقه الذاتي يا بتساوي درجة حرارة الهواء اللي انت جبتها بالثيرمودايناميكس يا اما اقل منها سنة. طبعا الدكتور عشان عارف في طبعا عارف واخد في الاعتبار ان هيكون في هيت ترانسفير ساعتها، فكان درجة الحرارة دي هتكون مش اكيوريت يعني، مثلا لازم تقلل لك اكتر، فيجيب لك في الامتحان عادة يعني ثلاث احتمالات زي دول، مثلا يجيب لك 710، 650، 300. فساعتها اكيد طبعا بالبداهة ان لازم الاثنين دول هيتمحوا. ليه؟ انا بقول اصلا ان اكبر درجه حراره ممكن اطلع بيها من الثيرموداينامكس 613 اللي اصلا ممكن تقل، فبالك اصلا كده قلت لي حاجه اكبر من درجه الحراره اصلا هي الماكسيمم اللي ممكن اصلا اجيبها لك خلقه. فخلي بقى كويس جدا من الحاجات دي عشان ممكن الدكتور يسال فيها، ولو سال فيها ساعتها هتبقى درجاتها مضمونه ان شاء الله يعني، وهيكون كانه جاب لك مساله ثيرموداينامكس في امتحان الهيت انجنز، فكانك ساعتها مذاكر مرتين. تمام. ساعتها بقى هتلاقي ان ايه اللي حصل، هتلاقي ساعتها ان خلاص الفيول طلع،
في نهاية الكومبريشن ستروك ولع، وتلاقي ساعتها كأن ايه، كأن ساعتها البيستون بتاعك بدأ ينزل لجوه إذن لابتداء الاكسبانشن ستروك. من ساعتها بقى ولحد نهاية السايكل هيعمل بالظبط زي السيلف اجنيشن، زي سبارك اجنيشن انجن بالظبط، اللي هو ايه، هينزل وفي الاخر لما يوصل للبي دي سي هتلاقي الصمام ده فتح وخرج لك العادم، وبعد كده يخش هوا من جديد وبلا بلا بلا. يعني تقريبا من اول، من بدايه الاكسبانشن ستروك لحد نهايه السايكل في الاكزوست، في الاكزوست ستروك، نفس بالظبط الميكانيزم بتاعه سبارك اجنيشن انجن، حتى لان هو نفس التركيب تقريبا ونفس الديزاين مع بعض الاختلافات، وحتى نفس ترتيب العمليات ونفس الكونسبت العام بتاعها، ولكن مع بعض اختلافات الفحوه اللي جواها. يعني مثلا هتلاقي ان هنا هوا بيخش مكان هوا مع فيول، هتلاقي مثلا ما عندكش حاجه اسمها سبارك بلاج، هتلاقي يعني في اخر الكومبريشن ستروك بدل ما سبارك بلاج تعمل لك شراره، لا يا عم الحاج، ده في انجكتور ساعتها بيطرطش لي شويه فيول جوه، هو بيعمل سبرينج للفيول بمعنى ادق يعني، فساعتها السبراي ده المفروض للفيول بيحترق ذاتيا، فساعتها فعلا يديني زقه او ساعتها يديني باور فعلا للبيستون، فيكمل بقى شغله عادي جدا. يعني زي ما قلنا اصلا، انت فكر في الكومبريشن اجنيشن انجن على انه سبارك اجنيشن انجن متعدل، ده هيسهل عليك ان شاء الله الفرع ده كله. نيجي بقى لكام ملحوظه مهمين جدا جدا عشان يشافوا باذن الله. الكومبريشن اجنيشن انجن ان جنرال كده او عامه بيكون ليه ار في او كومبريشن ريشيو اكبر من السبارك اجنيشن انجن. السؤال ده مهم جدا جدا، وبالاخص للناس اللي هتمتحن ان شاء الله دكتور احمد طاهر، عشان بيحب السؤال ده جدا او بيحب الحاجات جدا اللي علاقه بالمقارنه بين الكومبريشن اجنيشن انجن والاس اي بالشكل ده. طب لو انت مثلا وقعت في الدكتور وسالك ليه، او مثلا قعد فعلا يختبرك عشان انت فاهم ولا لا، اشمعنى الكومبريشن اجنيشن انجن بيكون ليه ار في اعلى من السبارك اجنيشن انجن؟ الاجابه على السؤال ده تكمن في اول فرق احنا قلناه مفروض، او سي تاني فرق احنا قلناه ما بين الديزل انجن والبترول انجن. ايه الفرق ده؟ احنا قلنا في المرحله بتاعه السكشن او في السكشن ستروك، اللي بيخش لي في الكمبريشن اجنيشن انجن هو هوا بس، ولكن اللي بيخش لي في السبارك اجنيشن انجن عباره عن مزيج من الفيول مع الهواء، سواء بقى من كاربراتير مثلا، ولا عن طريق مثلا انجكتور موجود بقى في السكشن مانيفولد اصلا، او الماسوره اللي بتغذي الانجن من اول خالص، لكن عباره عن فيول مع اير، شحنه عباره عن فيول مع اير، وكنا اتعلمنا عنها كتير جدا الفيديو اللي فات واللي قبله. حلو جدا. نفرض بقى ان انا عندي سبارك اجنيشن انجن عادي جدا اللي احنا كنا خدناه الفيديو اللي فات، واللي قلنا اختلافه الوحيد عن في التصميم واختلافه الجوهري عن التصميم، مش الوحيد طبعا عشان فيه اختلافات تانية، لكن مش علينا في القسم يعني، او مش علينا في المادة الحمد لله. وهي مثلا هتلاقي الاختلاف الرئيسي ده ان مكان الانجكتور فيه سبارك بلاج، فهنا هيكون فيه سبارك بلاج، وطبعا سمعتي مثلا سي ان هي مقفولة بالشكل ده، وسي ان البيستون بتاعك او المكبس بتاعك موجود هنا، ودخل لي مزيج من الفيول والاير او الوقود والهواء، والبيستون قاعد يزنق لي فيهم. احنا المفروض ساعتها ان هو مع عمليه الزنق دي درجه الحراره بتعلى بشكل غشيم، بتكون في قرب الستوميات، يمكن ما كانش اكتر، قول بالهيت لوس يا سيدي 500 بعد الهيت ترانسفير والكلام ده كله. هتلاقي ساعتها درجه الحراره دي هتكون عاليه جدا، فتلاقي ساعتها ان الفيول اصلا او البنزين اللي جوه او البترول اللي جوه او الجاسولين اللي جوه، كلها اسماء نفس الشيء، جاسولين وبترول، لكن اسمه بالعامي عندنا بالمصري كده بنزين، لكنه اسمه مش دقيق بالانجلش. بالانجلش بنقول يا بترول يا جاسولين، لكن ما بنقولش حاجه اسمها بنزين دي. الوقود اللي جوه خلاص هتلاقي ساعتها ان هو درجه حرارته عليت جدا جدا، فيا اما بقت تساوي او عدت السيلف اجنيشن تمبرتشر بتاعته، فساعتها اللي هيحصل له قبل ما يكمل البيستون الدوره الشوط بتاعه، قبل ما البيستون ساعتها يوصل لفوق خالص او يوصل ساعتها للتوب ديد سنتر، اللي حصل الفيول بدأ يتحرق، فساعتها اللي يحصل للاسف الشديد هتلاقي ساعتها ان هو البيستون بدل ما كان يطلع لفوق لاقصى ازاحه ليه، وبعد كده يحصل الكومباشن، فساعتها يحصل قوه دفع فينزل لي الكلام ده لتحت، هتلاقي ان هو بعد النص بالظبط
بدأ يرجع لتحت. يعني فيول ساعتها بدل ما يتحرق وان شوت فوق خالص، بدأ في الحرق قبل أصلا ما البيستون بتاعك يوصل للتوب ديب سنتر. يعني ساعتها كان للأسف الشديد الافيشنسي بتاعتي قلت جدا. انت اصلا معتمد الكلام ده كله على ايه؟ انك انت لازم كنت بتخلي بيستون يوصل التوب ديد سنتر على قد ما يقدر، فالهواء يتزنق على قد ما يقدر مثلا، او الميكشر بتاعك يتزنق على قد ما تقدر ساعتها. فاللي يحصل فساعتها المفروض هتلاقي ان حصل لك عملية الاحتراق، فالبيستون نزل تاني وغطى او عمل كفر يعني لاكبر مسافة ممكنة، فرجع من التوب ديد سنتر تاني لبوتوم ديد سنتر. لكنك لو استخدمت مزيج من الفيول والاير ساعتها في السبارك اجنيشن انجن، هتلاقي دي مشكله حصلت لك للاسف الشديد، انك انت قبل ما تكمل الشوط بتاعك، يعني مثلا سيني كان البيستون بتاعك موجود هنا، لقيت ساعتها ان درجه الحراره عليت ووصلت ساعتها للعتبه بتاعه السبارك اجنيشن بتاعه السيلف اجنيشن تمبرتشر ساعتها، فالفيول ولع فرجع تاني البيستون ينزل لتحت. حل المشكله دي بقى ايه؟ ان اقلل الار في، في حاله السبارك اجنيشن انجن. يعني ساعتها كاني بقول ان الفي 1 على الفي 2 في السبارك اجنيشن انجن قليله، لكن اصلا هلاقي في الكومبريشن اجنيشن انجن اصلا انا بضغط في هواء، هواء اصلا ما فيهوش بنزين، اصلا ما فيهوش اصلا وقود، فاضغط فيه بقى براحتي، اوط فيه براحتي، مش هيهمني حاجه. اصلا انا اصلا عارف ان انا الحمد لله بالانجكتور ده بعمل سبراي للوقود وقت ما انا عايز. والله مثلا انا ممكن اتحكم في الانجكتور ده، هنشوف ان شاء الله بعد شويه، بحيث هو مثلا عند نهايه الكومبريشن ستروك بالظبط يرش لي الوقود، ساعتها مش هتحصل لي اي مشكله. انا باختصار ممكن اقول ان عامه السبارك اجنيشن انجن بيكون ليه ار في او كومبريشن ريشيو اقل من الكومبريشن اجنيشن انجن، عشان القصه بتاعت الفيول والاير ساعتها ان انا مش عايز ان الحرق بتاعي يبدا ولسه البيستون ما وصلش للتوب ديد سنتر، فساعتها بقلل الار في بحيث ساعتها اظبط درجات الحراره بحيث ان هو يوصل فعلا درجه الحراره بتاعت السبارك بتاعت السيلف اجنيشن عند بالظبط تقريبا المسافة بتاعة الدوب ديد سنتر كديزاين. يعني عارف ان انا لما بقلل ده يبقى كده طبعا كل ما بقلل ال T2، اصلا ال T2 بتساوي لي ال T1 مضروبة في ال RV مرفوعة بالجاما ناقص واحد، فكل ما اقلل ال RV يبقى كل ساعتها ما اقلل ال T2. لكن اصلا في الكمبريشن اجنيشن انجن انا اصلا بضغط في هواء، فاصلا الهواء ده ما فيهوش وقود اصلا، فكانك بتضرب في ميت، فاللي هو براحتي بقى عيش مع نفسي. وساعتها بقى ان شاء الله زي ما نشوف بعد شويه ازاي بتحكم اصلا في الفيول ان هو فعلا يخرج عند نهايه الكومبريشن بالظبط، ساعتها بقى الدنيا بتكون مظبوطة وزي الفل، أرش بقى براحتي، وساعتها بقى يتحرق ولا ما يتحرقش دي بقى قصة تانية، بتعتمد بقى على المادة بتاعتي أو الفيول بتاعي، هو أنا مختار فعلا تمبرتشر مناسبة تناسب فعلا الحرق بتاعه كسلف اجنيشن تمبرتشر ولا لأ. بس تاني ملحوظة إن الكومبريشن ريشيو بتاعة الكومبريشن اجنيشن انجن، هو موضوع الدراسة بتاع الفيديو ده، الرينج بتاعه بيكون ما بين 12 ل 20، وساعات اصلا بيكون اكبر من كده. يعني انت مثلا عملت سيرش على محركات مثلا الديزل، هتلاقي ان ممكن مثلا في محركات توصل لحد 26، ولكن طبعا خلي بالك من الكونديشن بتاع ان السبارك اجنيشن انجن ان جنرال يعني بيكون ليه كومبريشن ريشيو. سؤال بقى تالت، انهي اعلى في الافيشنسي او انهي اعلى في الكفاءه، الديزل اللي هو الكومبريشن اجنيشن انجن ولا السبارك اجنيشن انجن؟ حقيقة أكيد طبعا الأعلى في الكفاءة هو الأعلى في الكمبريشن ريشيو، يعني هو الكمبريشن اجنيشن انجن. فساعتها ممكن أقول معلومة زيادة إن ال CIE لي efficiency أعلى، طبعا أعلى من إيه؟ أعلى من ال spark ignition engine. وعشان كده تلاقي ساعتها إن في المحطات الكبيرة أو مثلا المحركات الكبيرة فعلا بتشتغل بالديزل. يعني مثلا سي لو عندك محطه توليد كهرباء اصلا انت محتاج محركات مهوله، فده ساعتها شغاله بالديزل. فخلي بالك برضو عشان ممكن الدكتور يسالك مثلا في الشفوي الديزل بستخدمه في ايه مثلا، اقول لك محطه مثلا سي محطه كهرباء مثلا عايز احط لها internal combustion engine، يبقى ساعتها ايه؟ ساعتها احسن تشويس هو هيكون الديزل ساعتها، عشان ده فعلا بيفيشنسي اعلى. وخلي بالك عشان في محطات كهرباء اصلا بتشتغل بالباور بلانت اللي هي اصلا external combustion engine، يعني عشان ممكن الدكتور يقول لك اصلا ارسم محطة كهرباء او ارسم مثلا سي باور بلانت، ففرق كويس جدا الله يكرمك، وخلي فعلا الدكتور يوضح لك، او انت اصلا كلام الدكتور بيكون واضح انت بس تفهمه فعلا كويس جدا. لو الدكتور سألك كانترنال كومباستشن انجن كسبارك اجنيشن انجن
وككمبريشن اجنيشن انجن انهي احسن في محطات الكهرباء؟ هتقول له الكمبريشن اجنيشن انجن. طب ليه؟ عشان افيشنسي اعلى. طب ليه؟ عشان ار في اعلى. لكن لو قال لك باور بلانت مثلا او محطه كهرباء مثلا كاكسترنال كومباشن انجن، لسه هتفضل تكون محطه خارجيه كده زي ستيم باور بلانت اللي المفروض هناخدها ان شاء الله مع دكتور مجدي، واللي برضو كاسكتشات بغلاء جروب الدفعه، ده اصلا محرك احتراق خارجي اصلا بره السكوب بتاع الماده بتاعت هيت انجن اصلا عندنا. احنا بناخد في الماده دي الانترنال كومباشن انجنز بس. فعشان كده ركز جدا جدا في الدكتور هو بيسألك في ايه بالظبط علشان تجاوب فعلا الإجابة صح ودقيقة يعني إن شاء الله. طب هيجي بقى حد يقول لك طب طالما إن الكومبريشن اجنيشن انجن ده حلو جدا وبالسمسم، ليه ما استخدموش في العربيات؟ عشان ممكن الدكتور يسأل السؤال ده مثلا. ببساطة عشان كذا اعتبار. أول اعتبار إن ديزل انجنز كتركيب بتكون نوعا ما أعقد من تركيب البترول انجن او السبارك اجنيشن انجن. تاني حاجة ده بيعمل ضوضاء زيادة او بيعمل ساعتها نويز زيادة، فالعربية ساعتها يكون فيها ضوضاء زيادة. فعامة يعني هو ما بيشوف الابليكيشن هو فعلا ينفع استخدم فيه ديزل انجن ولا استخدم فيه بترول انجن. العربيات اشهر ابليكيشن للبترول انجن. المحركات الكبيرة مثلا اللي في محطات الكهرباء مثلا هتلاقي ان هي ديزل انجن. المصانع الكبيرة هتلاقي ان هي ديزل انجن لانها ساعتها بتدي افيشنسي اعلى، عصبها اقوى من عصب البترول انجن، وملحوظة برضو كده زيادة، الديزل ده اسمه بالبلدي عندنا في مصر السولار. يعني ممكن ساعات الدكتور يقولك مثلا سولار مثلا في الامتحان كده، فاعرف ساعتها ان السولار ده قصده ايه، قصده بيه الاسم العامي المتدرج على سنتنا احنا كمصريين للتعبير عن الديزل فيول ساعتها او الديزل انجن. هتلاقي برضو احد الاسماء ليه محرك جاز، يعني اصلا محرك جاز لو برضو ديزل انجن، قال يعني كانوا بيعتبروا السولار ده كانه جاز. فدي برضو حاجات حلوه جدا بتكون لطيفه شويه في الامتحان بتاع الشفوي، وبالاخص يعني انت دخلك دكتور جمال عشان هو بيحب الماده بتاعته جدا وعايز كل واحد يكون فاهمها ان شاء الله كويس. اصلا الماده ممتعه فعلا، الفرع ممتع فعلا بتاع الكومبريشن اجنيشن انجن، فعلا ليه ابلكيشنز واقعيه كتيره جدا في الحياه اللي احنا عايشينها. فعشان كده يستحسن انك انت تراجع كويس جدا على الفرع ده ان شاء الله عشان تسلك فيه. نيجي بقى للفيول انجكشن سيستم. احنا قلنا اصلا في انجكتور في الاخر هو اللي بيعمل سبرينج او بيرش لي الوقود بتاعي جوه السلندر. يعني اول عنصر المفروض هو اكيد طبعا التانك بتاع الفيول اصلا اللي بيكون فيه اكيد طبعا الوقود، يعني حاجه بديهيه. بعد كده لازم افلتر الوقود ده عشان اكيد بيكون جواه مثلا جزيئات صلبه مثلا اتربه ولا اي حاجه، فلازم افلتره ساعتها واشيل منه الاجزاء الصلبه بس عشان يبقى لي ساعتها الحاجات السائله بس. فساعات انا بحطه في فلتر بالشكل ده. ده بتكون جواه بورس ماتيريال معينه او ماده مساميه معينه، ببساطه عامله زي السفنجه، فالمفروض ساعتها بيكون فيها مجموعه كده بورز او فتحات صغيره جدا، فبالتالي بتخلي الليكويد يعدي لكن بتعمل بلوك ساعتها للسوليد. فساعتها ممكن ان هو فيه بيكون بورس ماتيريال يعني او ماده بورس او ماده مساميه، وان شاء الله نشوف شكلها في السلايدز عشان الدكتور بيحب يسال جدا على الجزئيه دي سواء في امتحان شفوي او فاينل ان شاء الله. وبرضه اخلي بالي من الفيجرز كويس جدا واركز من كل رسمه فيها عشان الدكتور جمال عاده يعني بيحب ان هو يفتح الصور دي ويسال اي حد عنها مثلا. فالمفروض بقى ساعتها ان المفروض الفيول فلتر ده في بورس ماتيريال زي احنا قلنا وخلاص من جوه يعني. دلوقتي بقى انا عايز اعمل 3 حاجات في الوقود بتاعي عشان ساعتها لما يخش فيها السلندر يعمل لي الوظائف اللي انا عايزها. اول حاجه ازود الضغط. طب ازود الضغط ليه؟ مبدئيا كده المفروض اصلا يعرف انك انت لما بترش الفيول بترشه في نهايه الكومبريشن ساعتها، المفروض ساعتها الفوليوم بتاعتي بتاعت الهواء اقل ما يكون. وفي الاول خالص كنا شرحنا العمليه دي اللي هي اديباتيك بروسس، وانا ساعتها المفروض ان الفوليوم بتاعتي علاقتها بالبريشر حاجه بالشكل ده، كل ما صغر الفوليوم كل ما البريشر بيزيد. الفوليوم بتاعك صغيره جدا جدا فالبريشر بتاعك كبير جدا جدا. دلوقتي عشان ارش اي حاجه لازم ان هي تطلع لي من منطقه من بريشر عالي لبريشر واطي، يعني سوف تطلع من منطقه هاي بريشر مثلا وتنتقل للو. دي حاجه بديهيه كنا بناخدها من ايام ثانوي ان المفروض الفلويد بتاعي او المائع بتاعي بينتقل من منطقه ليها
هاي بريشر، المنطقه اللي هي لو بريشر. فلازم ساعات اضمن الانجكتور بتاعي لما بيضخ او ساعات لما بيبخ السبراي بتاعه، لازم لما يبخه ساعتها يبخه عند بريشر اعلى من البريشر فعلا اللي جوه السيستم لحظتها. واصلا البريشر ده بيكون عالي خلا اصلا، انت عارف ان في الكومبريشن البريشر اصلا جوه السيستم بيكون كبير، فانت عايز بقى انك انت تكبر برضو البريشر بتاع الفيول المضغوط. فاول هدف عندي ان لازم ازود البريشر بتاع الفيول عشان اقدر فعلا ارشه، دي اول واهم حاجة. طيب تاني حاجة، التايمنج بقى او ظبط الوقت. دلوقتي المفروض انا عندي مثلا ساي محرك فيه 4 اسطوانات، ولازم كل اسطوانة من دول الانجكتور يبدأ بخ في الفيول في نهاية الكمبريشن ستروك بالظبط، نهاية مرحلة الكمبريشن. طيب عايز بقى اظبط فعلا التايمنج بتاع الفيول بتاعي ان هو فعلا لما يبخ يبخ ساعتها في اخر الكومبريشن، ما يبخش قبل كده، ما يبخش بعد كده، عشان لو حصل ساعتها مشكله في التوقيت هلاقي ساعتها كل حاجه باظت عندي. واخر حاجه بقى، نفرض ان واحد عايز مثلا يدوس بنزين زياده، واحد مثلا عايز يزود الحركه بتاعه البنزين او يقللها، فمحتاج اعمل ميترينج او ان اظبط بالظبط كمية الفيول اللي بتخش لي الانجن تبعا للحاجة بتاعتي. لو انا عايز سرعة واطية شوية هدخل جيت فيول قليل شوية، عايز اسرع شوية هدخل فيول اعلى شوية، اسرع حبتين ادخل فيول اعلى حبتين. فببساطة دي بيلخصها كلمة الميترينج او كلمة الظبط، يعني اللي يعني كده بتدخل فيول على حسب الحاجة فعلا. التلاتة دول بقى المفروض ساعتها المسؤول عنهم حاجة اسمها الانجكشن بامب او مضخة الإدخال. بامب أكيد طبعا مضخة، يعني مضخة أصلا إزاي؟ يعني كده هي بتزود البريشر ساعتها فبتضخ لي حاجة، يعني بتضخ لي فيول ساعتها. فأنا محتاج أهم حاجة حاجة اسمها إنجكشن بامب، ودي فعلا بتأدي لي الوظائف بتاعت الحمد لله. إنجكشن بامب ساعتها فعلا بتعمل لي increasing the pressure وبتظبط التايمنج وبتعمل metering فعلا للفيول اللي خارج. يعني المفروض إن أنا بيبقى عندي exits او مخارج للانجكشن بامب بالبداهه كده اكيد بعدد السلندرز، كل اسطوانه بيكون ليها انجكتور. فمثلا لو الدكتور جاب لك شكل انجكشن بامب مثلا ليها 4 exits وقالت مثلا المحرك بتاعك كام سلندر، فلو مثلا 4 سلندرز انت عندك انجكتور واحد في كل سلندر او كل اسطوانه. المفروض بقى ساعتها خلاص انك انت عارف ان الانجكتور بتاعك مثلا بيكون داخل بقى السيستم بتاعك جوه مثلا السلندر بتاعك او ايا كان، وساعتها بقى بيكون متوصل بالانجكشن بامب بالشكل ده، وساعتها بقى يقعد يبخ بقى براحته لحد الصبح بقى، يبخ بخة يبخ بختين، وفي الاخر الرصاص لما بيطلع كده بيطلع حاجة متفرقة، وفعلا ده المنشود عشان ساعتها كأنه بينتشر في جميع انحاء الهواء فعلا اللي موجود في السلندر، لكن ما بيطلعش كأنه مثلا حاجة كده، لا ده بيطلع فعلا منتشر. واصلا فعلا ده الهدف بتاعي، واللي اصلا علشانه فعلا زودت البريشر بتاع الفيول عشان يقدر يطلع بالشكل ده ويظبط الدنيا بالشكل ده. عايزين بقى نمسك كل واحدة من دول بالتفصيل الممل. أول حاجة زيادة البريشر، المفروض الانجكشن بامب فيها ميكانيزم معينة بتزود لي البريشر بزيادة كبيرة جدا بحيث فعلا أضمن إن الفيول يخرج على هيئة سبراي مش على هيئة رذاذ. حتى ممكن تعمل تجربة يعني حلوة لو أنت يعني فاضي، جرب إنك أنت تجيب مثلا مزيل عرق او تجيب اي حاجه فيها سبراي، مثلا اي حاجه فيها ايرسول مثلا. اقول لك على حاجه، هات ان شاء الله حتى مبيد حشري بايرسول، وجرب انك انت تبخ كده بخه، هتلاقي ساعتها كده فعلا في رصاص بيطلع في كل منطقه، وفعلا تحس كده كأن النقط متتابعه بتطلع. جرب تعمل حركه كده انك تعمل مثلا حاجه كده زي خرم في في الازازه بتاعه البايرسول، فساعتها كأن البريشر اللي جواها هيقل، فساعتها جرب تبخ بقى هتلاقي ينزلك مثلا البايروسول على هيئة مثلا نقط أو مثلا سائل عادي. يعني فعلا ده لازم يكون عندي بريشر كبير جوا الحاجة عشان تطلع لي سبراي. حتى عشان كده بقولك ساعتها إنك أنت الحاجات زي مزيلات العرق والمبيدات الحشرية والكلام ده كله في التعليمات كده مرة بيقولك ابعدها عن النار أو ابعدها عن درجات حرارة عالية، لان اصلا البشره بتاعك كبير خلقه، فممكن اصلا لو حصل فيها اي حاجه تانية تنفجر والعياذ بالله. طيب لحد هنا كويس. فعشان كده
البريشر بيزيد لي عشان حاجتين. اول حاجه ان اصلا البريشر اللي جوه الانجن كبير خلقه، فعشان الفلويد ساعتها يطلع فعلا لازم يكون عنده بريشر اعلى من البريشر اللي جوه. تاني حاجه لازم الزياده تكون كبيره جدا جدا عشان يطلع كانه سبراي، وساعتها فعلا يؤدي له الوظيفه بتاعته. يعني ساعتها المفروض ان increasing pressure ده بيساعدني جدا عشان الفيول يطلع على انه spray مش ليكويد عادي. دي الخلاصة بتاعت increasing pressure يعني، الحمد لله. نيجي بقى للتايمينج والميتورينج، ودول بقى محتاجين ان احنا نخش جوه الانجكشن بامب من جوه، وان شاء الله نخلص الكلام ده كله كده في ستيبس حلوة لما نخلص خالص، يعني للناس اللي بتحب مثلا ان هي تكتب نوتس وكده. المفروض ده ساعتها تركيب لإحدى الوحدات الموجودة جوه الانجكشن بامب. احنا وقفت ساعتها ان اللي بيكون فيه عدد يونتس او عدد وحدات، ده عدد مخارج بيساوي عدد سلندرز. احنا خدنا انجكشن يونت، يونت واحدة جوه الانجكشن بامب، ده شكلها بيكون فيه الكيس الخارجي ده اللي شبه البرميل اسمه باريل. حتى اصلا باريل دي يعني ايه، ترجمة اصلا ترجمتها بالعربي برميل. وبيكون فيه جوه كده حاجة اسمها بلانجر، ساعتها دي عاملة زي البيستون لكنها مش بيستون. بيكون فيها حاجة زي جروفينج أو غرز كده، بحيث إن في غرز أفقي أو سوري أو سوري غرز رأسي كده ماسك طوله، وواحد تاني عامل كده زي اللولب بيلف بقى ساعتها، فعامل لك الشكل ده لو تحس كأن في حفر كده جوه البلانجر. طيب المفروض ساعتها الوحدة دي مسؤولة عن أول حاجة إن هي المفروض فعلا بتظبط لي التايمنج بتاع الوقود، وتاني حاجة ودي أهم حاجة إن هي فعلا بتعمل لي ميترنج للاستخدام، يعني فعلا تزود الوقود وقت الحاجة أو تقلله. إزاي المفروض يعني، بس عشان الفيديو مش جايب رسمة كاملة وهنسمع سكتش إن شاء الله تفصيلي، بتكون في المفروض ساعتها بيكون هنا في كام زي الكاميرا شبه بتاعة الصمامات اللي خدناها الفيديو اللي فات، وهنا بتكون في حاجة زي كورة واصلة بسبرينج وقافلها بالشكل ده. فساعتها كأن في الحالة دي الانجكتور بتاعي اليونت الوحدة بتاعته دي مقفولة. اللي هيحصل بقى الكامة هتلف، فتلاقي ان النوز بتاعتها او اللوب بتاعتها او الحدبة بتاعتها اللي هي كبيرة دي زقت البلانجر لفوق. فلما البلانجر يطلع فوق ساعتها هتلاقي اللي حصل، هتلاقي اصلا ان المنطقه دي فيها فيول اصلا، يعني المفروض الفيول بيكون داخل من هنا، يعني الفيول بتاعي يكون خارج من الفلتر ساعتها وداخل من هنا. فساعتها بقى اللي هيحصل، اول ما تطلع فوق شويه هتوصل لمرحله البلانجر اصلا تقفل على الفيول بالشكل ده وتبدا تزنق لي في الفيول، وده اصلا عشان ليكويد، وليكويد اصلا ده الفيول ممكن اعتبره كانه هو incompressible fluid او fluid غير قابل للانضغاط، فاي زق عليه كده بيزود البريشر زياده رهيبه. فساعتها اللي هيحصل هتلاقي ان في منطقه في مرحله ما البريشر ساعتها بقى اكبر من البريشر ساعتها اللي السبرينج حطه هنا. انت عارف اصلا البريشر بتاع السبرينج بيساوي لك الفورس اللي هي المفروض مقسومه على الاريا، وانت عارف اصلا ان الفورس بتاعت السبرينج بتساوي لك كي اللي هو السبب بتاع السبرينج مضروب في اكس مقسوم لي على الاريا. في اللحظه بقى اللي البريشر بتاع الفيول بيساوي لي الكي اكس على الاي او اكبر منها بقليل، ساعتها اللي هيحصل كانه هيزق الكوره لفوق، ساعتها الفيول يطلع بره ويخش بقى جوه ساعتها الانجكتور بتاعي، وساعتها في الاخر يقوم بقى رشش وباخخ. يعني الانجكشن بامب ببساطه بتكون فيها مجموعه يونتس بالشكل ده، كل واحدة ماسكة انجكتور معين في سلندر معينة، فهي دي الفكرة بتاعتها ببساطة. فأنا بعرفت الحمد لله إن أنا بتحكم في الحركة عن طريق كامة راكبة بالشكل ده، بتحرك لي البلانجر بتاعي حركة لفوق وحركة لتحت، اللي هي حركة ريسيبروكيتنج ترددية فوق وتحت، وطبعا بتكون لينير، يعني فوق وتحت أكيد طبعا بتكون لينير بديهية، ما بيحولش مثلا يمين أو شمال مثلا أو بيغرز مثلا هنا أو مثلا بيخمس هنا، لأ هو يا فوق يا تحت بس. طيب يبقى كده عرفنا الحمد لله التايمنج بيحصل ازاي عن طريق كاما، نفس الكونسبت بتاع الصمامات. نيجي بقى للميترنج، انا بقى عايز اتحكم في كميه الفيول اللي داخله. هتلاقي بقى ان جروفينجز او هتلاقي ان الحفره اصلا او المجرى
اللي جوه ال او اللي منحوت او اللي منحوت يعني جوه بلانجر ده، ممكن ساعتها يتحكم لي في الفيول ازاي. المفروض ان اصلا بتبقى في واحده كده بتكون عامله زي ترس، وفي حاجه اسمها راك بتكون المفروض متعشقه فيها، والراك دي بتتحرك قدام ورا. فمع حركتها اصلا الراك عشان متعشقه في الترس ده، فبتحرك السيستم كله، او بتحرك سوري البلانجر كله يمين او شمال. فالجروفينجز او الحفر اصلا جوه ده برضه وضعه بيتغير يمين وشمال، فاما يكتر لي الفيول اللي داخل او يقلله. نشوف كده الفيديو عشان نتخيل الموضوع اكتر. اهو المفروض الراك بيتحرك في السيستم، وده البلانجر فعلا بيتحرك عن طريق الكام، بس هو مش رسمين الكام. زي مثلا ان البلانجر دي فيها جروفينجز بالشكل ده، المفروض ساعتها ان ده مثلا الانبوت بتاع الفيول. وزي مثلا ان بعد شويه دخل لك فيول اهو بدأ يملا لك السيستم، طبعا عشان الليكويد المفروض الفيول ده بيكون ليكويد، ده اصلا صفيته من كل السوليدز اللي فيه، وبيملى بقى السيستم بالتدريج، وبيخش برضه جوه الجروفينجز اللي اصلا في الاخر بتحبس جزء برضه من الفيول. بعد كده بقى انت رفعت البلانجر فوق شويه لحد ما في الاخر قفلت اصلا على المنطقه اللي الفيول بيخش منها، فساعتها كانك بتزنق الفيول هنا، فتلاقي ساعتها عند مرحله معينه في كوره لكنها مش مرسومه برضو في الفيديو بتفتح لك، فتخرج لك الفيول المفروض ساعتها بالكونديشن بتاع السبرينج والكلام ده. حلو جدا، الفيول بقى خرج ساعتها وبيكرر الدوره تاني. نفرض ده هو عايز مثلا يزود الفيول، هيعمل لك بقى ايه الراكه ساعتها كانها تتحرك. شوف كده الرسمه دي، هتلاقي ساعتها المفروض ان فعلا هي دي جروفينجز اللي جوه من شكل احسن شويه اهو. انت دلوقتي بتلففها، فمثلا سي بقت الوضعيه بتاعه الجروفينجز او الحفر بقى هنا. فانا ببساطه اهو لما بلفف البلانجر بتاعي زي مثلا هو بقى في الوضعيه دي، ساعتها هتلاقي المفروض كأن كميه الفيول اللي هتكون موجوده جوه الجروفينج يا هتزيد يا هتقل حسب بقى استخدامي. فساعتها الاقي كأن كمية الفيول اللي هتخش لي جوه السيستم او هتخش لي جوه الانجكتور من الانجكتور للانجن هتزيد او هتقل ساعتها. المفروض بقى ان الراكة دي بتحكم فيها دواسة البنزين، دواسة كده المفروض ساعتها بتحكم في السرعة مثلا. لحد هنا كويس، دي ببساطة الفكرة بتاعة الانجكتور الانجكشن بامب. بتكون فيها مجموعة وحدات، كل وحدة متوصلة بانجكتور لبره. الوحدة بقى اللي جوه الانجكشن بامب دي المفروض ساعتها بيكون عددها عدد السلندرز، وبيكون شكل كل وحدة حاجة زي ما احنا شايفين دلوقتي، نرسمها كده شكل أنضف شوية أو شكل يكون توضيحي شوية. ده الشكل بتاعي، المفروض ال بتاع ده لونه ساي بالبنفسجي اللي مدي على بينك ده، مش عارف أنا أسماء الألوان دي دبوبية بقى بسأل فيها أي حد تاني بره عني. ده المفروض هو البارل بتاعي، فنكتبه برضو كده بارل وبنفس اللون بتاعه. ونغير بس اللون بتاع السبرينج كده، المفروض بيكون في هنا في كويل سبرينج في كورة، المفروض بقى ساعتها ان فعلا هي دي اللي بتتحكم ساعتها المفروض في الليلة كلها. لما البريشر مثلا بيزيد لحد معين ساعتها كأن الكورة بترجع لورا فيطلع لي فيول، لو البريشر قل ساعتها فكأن السبرينج بيرجع الكورة لوضعها الأصلي. البتاع مكتوب باسم دي، هي المفروض البلانجر بتاعي بلانجر بالشكل ده، والمفروض ان البتاع البرتقاني ده هو الترس اللي المفروض الراك بتحركه. البتاع ذات نفسها اسمها بينيون، اللي بيحركها اسمه راك، ولكن ركز اكتر على كلمة راك دي، يعني بتتحرك بايه عن طريق الراك. يعني سنة كانها المفروض الاوبشن ده بيخد تحرك حركة روتيتنج، لكن الكاما دي بقى هي بتخليها تتحرك حركة ريسيبروكيتنج ولينير. ساعتها ممكن بقى لو الدكتور سألك في الامتحان هو الانجكشن بامب يونت من جوه بتتحرك كام حركة، او البلانجر اللي جوه الانجكشن بامب بيتحرك كام حركة، البلانجر بيتحرك حركتين، حركة ريسيبروكيتنج ولينير بالشكل ده فوق وتحت عشان بقى تدخلي في الفيول، والحركة التانية روتيتنج عشان فيها تعمل لي ميترينج للفيول فعلا اللي خارج منه وداخل جوه السلندر. ساعتها انت طبعا في الكلام ده كله متوصل بانجكتور في الاخر عمال بيبخ في السلندر، فانت عايز تزود البخ
او تزود الفيول اللي داخل او تقلله حسب بقى استخدامك او حسب الكونديشن بتاع السيستم بتاعك في اللحظه دي. فالبعض دي المفروض هي الكامه بتاعتي، والمفروض بقى ان الحدبه اللي فيها دي بيسموها نوز او بيسموها مناخير، هي اصلا اسمها بالعربي اكتر حدبه، وساعات بيسموها اللوب بتاعه الكامه. عشان ممكن الدكتور يسالك هي اصلا البتاع او البزوز بتاع ده اسمه ايه اصلا، هيطلع اسمه نوز او لوب او الحدبه لو تتكلم عربي يعني. طيب بس ده احنا محتاجين نعرفه الحمد لله عن كل حاجه، عن الانجكشن بامب يونت ونعرف هو ازاي شغال فعلا. دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل سمري للكلام ده كله، ده بقى ملخص كله. المفروض الانجكشن بامب وكان مجموعه وحدات، كل واحده متوصله بانجكتور معين. الانجكشن بامب المفروض بيكون فيه عدد وحدات بيساوي عدد المخارج اكيد طبعا، وكلهم بيساوي عدد السلندرز، عشان كل واحده بكل مخرج داخله في انجكتور معين جوه سيستم معين او جوه سوري سلندر معينه. المفروض بقى اول حاجه ان هي بتزود لي البريشر ساعتها عشان كله يخرج لما يحصل له انجكشن جوه المحرك يدخل على انه سبراي. وتاني حاجه هو التوقيت، ساعتها المفروض هو بيخلي الفيول فعلا يخش كل سلندر فعلا في الانجن في نهايه الكومبشن ستروك بتاعتها. احنا قلنا المفروض اصلا بيكون في مثلا 4 سلندرز، كل واحده مثلا ممكن تكون في ستروك مختلفه عن التانيه، والكلام ده بيكون عن طريق ايه؟ عن طريق الحركه بتاعه الكامه اللي المفروض بتكون بتدور يعني، فبتحرك لي بلانجر لفوق ولتحت. واخر حاجه هي فيول ميترنج او التظبيط يعني، او التحكم في الفيول فعلا، بيتحكم لي في كميه الفيول اللي بتخش الانجن او اللي بتخش ساعتها السلندرز اللي المفروض الانجن بيكون منها. يعني مثلا لو 4 سلندرز مثلا او 6 سلندرز او 8 سلندرز. وخلي بالك كويس جدا ان احسن ان اكتر سؤال الدكتور بيحب يساله هو الانجكشن بامب فيه كم مخرج، قوله ساعتها على حسب عدد السلندرز. لو 4 سلندر انجن يبقى 4، 6 يبقى 6، 8 يبقى 8. وبرضه الدكتور ساعات بيحب يسأل في الجزئية دي الانجكشن بامب ليه بيكون البريشر بتاعه مثلا، او ليه ساعتها المفروض يعلي لي البريشر بتاع الفيول. المفروض يعليه عشان فعلا ساعتها الفيول فعلا يخش لي في الانجن على انه سبراي. وعادة البريشر ساعتها بتاع الفيول لما بيخش كأنه سبراي بيكون أكبر من 100 بار، هو بيكون ما بين 100 بار و1000 بار، لكنه عادة بيكون أكبر من 100 بار، اللي هو المفروض ده الحد بتاعه فعلا، يعني أكبر من الضغط الجوي 100 مرة. فساعتها ممكن خلي بالك من البريشرز في حاجتين. أول حاجة إن البريشر بيزيد لما الفوليوم بتقل، وتاني حاجة إنك أنت محتاج الفيول بتاعك يخش ببريشر أعلى بكتير أو أعلى وخلاص من البريشر اللي جوه الانجن. وعشان فعلا ينجح ان هو يبقى سبراي محتاج بريشر عالي بزياده. هو اصلا هيخش لك قال لك انت عايز فعلا سبراي، فساعتها محتاج بريشر فعلا يكون اكبر من البريشر اللي جوه السيستم او جوه الانجن بكتير شويه. الدكتور حدد رقم 100 بار كحد ادنى للبريشر المفروض اللي موجود في المفروض يعني ان هو يطلع من الانجكتور. دي صوره اهي لوحده او يونت موجوده جوه الانجكتور بامب. المفروض ان ده هو البلانجر بتاعي، دي الجروفينجز او الحفر اللي جواه، بيكون المفروض ساعتها حفر افقي كده، وبعد كده المفروض بقى بيكون في حاجه زي جروفينجز على شكل مثلا كده لولب لو انت لفيته. وده المفروض مدخل الفيول، بيكون داخل بيكون خارج لي ساعتها من الفيول فلتر ساعتها. وده المفروض المخرج بتاعي، وما تنساش ان هي في كوره المفروض، بس عشان باخد بس سكشن فيو، فساعتها المفروض يكون في كوره هي المفروض فعلا يعني بتتحكم لي في الدنيا كلها فعلا. وزي ما قلنا المفروض ان الكوره دي مربوطه بسبرينج عشان نظبط الدنيا وبس يعني، ده اللي احنا محتاجينه. المفروض بقى تكون في كامه تحت، وعشان ادور في البلانجر يكون مثلا في زي ما قلنا بينيون، وبيكون في راك بيحركه، حتى ساعات بيسموها بينيون اند راك، لو حاجه زي ايه كده بينيون اللي بيلففها عباره عن راك، بحيث الراك ده بيكون حاجه كده زي مسطره لكنها المفروض بتكون مسننه من ناحيه، فساعتها بتتعشق في البينيون بتاعك او حاجه زي الترس كده، فساعتها تلففه يمين وشمال، فتلف البلانجر يمين وشمال زي ما شفنا في الفيديو ده. بقى صوره للفيول فلتر فعلا، مكون ماده بورس، ماده مساميه زي الاسفنج كده، بحيث ساعتها المفروض ان الفيول لما بيخش بيخرج منها طاهر ونقي وزي الفل، والشباب كلها ساعتها بتكون خرجت خلاص، عامله بالظبط زي فلتر المايه اللي موجود في بعض المناطق وبالخاص في الاسكندريه كده ناحيه المناطق الشعبية اللي فيها كده، عشان المياه بتكون ساعات فيها تلوث وكده، فالمفروض ساعتها بيحطوا كده فلتر معين
هو نفس السيستم بالظبط اصلا، يعني ممكن تقول ان فلتر الفيول ده شبه فلتر الميه اصلا، فعلا بيكون حاجه بالشكل ده جواه كده في مجموعه ليفلز معينه، بحيث ساعتها ان الفيول مثلا يخش منطقه ويخرج منها طاهر ونقي وزي الفل وحلو بالسمسم. بس يعني ده احنا محتاجين نعرفه يعني عن الفيول فلتر والكلام ده كله. بعد ما خلصنا كده الكومبريشن اجنيشن انجن والسبارك اجنيشن انجن من قبل، عايزين بقى نركز على حاجه مهمه جدا مشتركه بينهم دلوقتي. خلاص انا اقتنعت ذاتيا الحمد لله بالسايكلز بتاعتهم وشغالين ازاي من منظور عام والكلام ده. اصلا انا عارف ان انا هدفي من الانجن كله ان يعني في الاخر اطلع باور، اطلع منه قدره معينه. انا بقى عايز احسب القدره دي فعلا بمعادلات موزونه وببعض فعلا الحاجات اللي لازم اكون عارفها عشان اقدر احسب فعلا اول حاجه الباور اللي فعلا بتكون طالعه من السيستم او من الانجن بتاعي، وتاني حاجه الافيشنسي او الكفاءه بتاعته. زي ما قلنا احنا محتاجين كذا ستيب معينه علشان فعلا نوصل للليفل بتاع حسابات الباور باذن الله في الانجنز، او الليفل بعد ما نسمي الله حاجه اسمها الانجن كاباسيتي او سعه الانجن. ودي الصراحه يعني ابسط حاجه تقريبا عندنا في منهج الهيت الحمد لله، او حتى في منهج الميكانيكيه كله. نفرض انا خدت اسطوانه او سلندر واحده من انجن، انا عارف انها بتكون على شكل اسطوانه، حتى دي اسمها اسطوانه يعني بديهيات ليفل الوحش. انا بقى دلوقتي عايز احسب الفوليوم فعلا او السعه بتاعه الاسطوانه دي. دلوقتي قال لك مثلا ان هنا او ان المنطقه دي والحد المفروض اخر الانجن، او المنطقه فعلا اللي ممكن الهواء فيها يحتل الانجن براحته من البوتوم ديد سنتر بقى لحد فوق مثلا، سي دي اسمها المسافة يعني ما بين الاتنين دول اسمها اس، وساي ان القطر الداخلي للانجن رمزه دي، وده قطر داخلي مش قطر خارجي. ففي اصطلاح المهندسين يعني بتوع ميكانيكا القطر الداخلي بيسموه بور عشان الفرق ما بينه وما بين الديامتر الخارجي. يعني مثلا جالك واحد قالك انا ممكن اخد اصلا ديامتر من بره كده، فقالك لا احنا عايزين internal diameter او diameter من جوه، فده اسمه بور عشان اصلا الهواء فعلا لما بيعمل لي occupation او احتلال لمنطقه معينه بيعملها من جوه مش من بره، وانا عارف اصلا ده شكل اسطوانه، وعارف من ايام ابتدائي ان الفوليوم بتاع اي اسطوانه بيساوي لي باي مضروبة في ار سكوير في الارتفاع اللي هو اس. طب انا اصلا ممكن اخلي معدل دي بدلت الديامتر، انا عارف اصلا من زمان برضو ان الديامتر بيساوي لي 2 في ار 2 الراديوس، فساعتها كاني بقول باي مضروبة في دي على 2 باور 2 لكلها، فدي على 2 كله باور 2 تديني دي باور 2 على 4، تبقى ساعتها باي مضروبة لي في دي باور 2. اقول لك على حاجه ولا تزعل نفسك، دي باور 2 كلها باور 2 اهي، وفي الاخر قلت كله هيباور ل2 ساعات، فكانت تقول دي باور 2 مقسومه على 4، انت بتباور الراديوس كله ل2، فهو ولا تزعل نفسك برضه اهو عشان نوضحها بالستبس، تبقى حاجه بالشكل ده مضروبه لي في المسافه اللي ما بين الحد الاقصى والحد الادنى ساعتها اللي ممكن فعلا الهواء يكون موجود فيه. ولكن ده لاسطوانة واحدة بس، شايف ان انا عندي انجن معين او محرك معين في 4 اسطوانات، فساعتها كاني بضرب الفوليوم في 4. طب عنده عدد ان من الاسطوانات، فلاقي ساعتها ان الكباستي بتاعته بتساوي لي العدد بتاع الانجنز، عدد قصدي السلندرز مضروب في الفوليوم بتاع كل سلندر، بعتبر هما كلهم سيمتريك يعني، فده بيساوي لي ان في الفي. والمفروض ان ده بيبقى عباره عن ايه؟ ده عباره عن فوليوم. الفوليوم وحدتها ايه؟ نشوف بقى، ليها كذا وحده. ليها وحده الكيوبيك متر اللي هو ام تربيع او ام تكعيب معلش، وليها وحده الليتر. واصلا الليتر ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه 1000 كيوبيك سنتيمتر.
اهو ببساطه بقى قال لك ان احنا كعرف كده بينا احنا هنعبر عن الكباستي بوحده الكيوبيك سنتيمتر، بس بدل ما ارمز لها بسنتيمتر مكعب ارمز لها بسي سي كيوبيك سنتيمتر يعني. فالوحده بتاعتنا في الهيت انجنز هتبقى هي عباره عن السي سي لا كيوبيك سنتيمتر. حتى مثلا بيقول لك ان في عربيه معينه مثلا الساعه بتاعت محركها 1500 سي سي. الساعه يعني ايه؟ اعرف بقى دلوقتي ان الساعه خلاص قصده بيها ان الفوليوم الكليه اللي في الانجن، الفوليوم اللي في كل سلندر مضروبه في عدد السلندرات. فكده الحمد لله عرفنا برضو فعلا الكونسبت اللي ورا السعه بتاع المحرك. فدي وحدتها بالسي سي. ف ركز جدا ان سي سي يعني كيوبيك سنتيمتر، وركز في التحويلات دي ان اللتر بيساوي 100 كيوبيك سنتيمتر ساعتها، واكيد تحويله بديهيه جدا ان المفروض، وانت عارف دلوقتي المفروض المتر الواحد فيه 100 سنتيمتر و10 و60 سنتيمتر، انت عايز بقى كيوبيك، فهنا كان بتكعب وهنا بتكعب. ساعتها كان بيقول ان المتر المكعب فيه مليون سنتيمتر مكعب، او فيه 100 1000 لتر، واللتر فيه 1000 كيوبيك سنتي، ف1000 مع 1000 يديك 100. تحويلات مهمة جدا، عشان الدكتور قال ان هو عادة في الامتحان بيحب يجيب الحاجات بوحدات على بعضها شوية. الأبعاد الدكتور قال في المحاضرة عادة بتيجي بالمليمتر، فخلي بالك كويس جدا من التحويلات. واحنا قلنا ان في اصطلاح بتوع الانجنز بيعبروا عن الكباستي بالسي سي اللي هو كيوبيك سنتيمتر، ولكن لو عايز تعمل حسابات تانية عشان تحسب مثلا البار والكلام ده كله، فانت ملتزم بالساي يونتس، فخلي بالك كويس جدا من الملحوظة دي، انك انت وانت بتعمل اي حسابات تانية بتستخدم الساي يونتس، هي ساعتها بيكون ايه؟ متر مكعب. ودي ملحوظة مهمة جدا جدا. الكاباستي لو انت بتتكلم مع واحد صاحبك تقول له مثلا ده فيه 1500 مثلا سي سي، لكن في الحسابات اللي بعد كده انت ملتزم في كل حاجة تقريبا عندك في الكلية تقريبا بالساي يونتس، فانت لازم تجيب الكاباستي بالساي يونتس ساعتها لو انت فعلا اشتغل في حسابات تانية عشان تجيب الباور اللي هو الشغل الجاي ده كله. اللهم بلغت اللهم فاشهد. فنركز جدا، ده في اصطلاح الميكانيكية، وفي اصطلاح قاعدة مع اصحابك كده او عشان تعبر عن الانجن بالوصف الكلامي، لكن ده لو عايز فعلا تعمل حسابات دقيقة واحنا ماشيين. تمام. فنحفظ بقى المعادلة دي، ان الكاباسيتي بتساوي لي ممكن اقول ال n في ال v او n في باي في دي سكوير على 4 في الاس على طول، عشان عايزين بقى نمسك ليفل تاني. احنا عايزين اخر ليفل خالص نحسب فعلا الباور والافيشنسي بتاعت المحرك، فعشان على كذا ليفل عشان دول كلهم بيتراكبوا على بعض عشان ساعتها في الاخر اجيب فعلا الباور والافيشنسي باذن الله. تاني بقى ليفل، وده حلو جدا، واللي بيه نقدر فعلا نحسب الماس اللي داخلالي جوه السيستم او جوه السلندر بتاع الانجن او جوه الانجن ككل، الماس اللي داخله الانجن ككل بكل السلندرز بتاعته. وهنبدا اول حاجه بكمية الهواء اللي بتخش الانجن، عشان الهواء ده اصلا اساس الاحتراق اصلا. الفيول هو اللي بيتحرق ولكن اصلا عشان يتحرق محتاج اكسجين، اللي اصلا موجود فين؟ موجود في الهواء. لو فرضا عندي كثافة مادة معينة وليها كثافة او ليها دنسيتي معينة، فانا عارف ان الكثافة دي بتساوي لي المفروض من ايام اعدادي مدرسة مش هندسة الكتلة مقسومة على الحجم ومقسومة على الفوليوم. حلو جدا، الفوليوم بتاعت ايه؟ بتاعت الهواء. والهواء لو اعتبرته ايديال جاس، بس انا عارف ان المفروض بيتبع علاقه البريشر اللي هي بيك تقيله دي، لكن الدنسيتي دي رمز رو دايره كده وتحط كده حاجه زي عصايه صغيره، لكن دي بي اللي هو بريشر، ده بريشر وده دنسيتي. نصغرها شويه بس بتاعت الدنسيتي كده عشان تبان اكتر، بتحط له دايره كده وبعدها شرطه صغيره. البريشر في الفوليوم بيساوي لي الكتلة مضروبة في الار بتاعة الهواء مقسومة على التمبتشر بالشكل ده. طيب لو دلوقتي عايز اجيب الفوليوم لوحدها، فكأني قسمت المعادلة بطرفينها على البريشر بالشكل ده، فساعتها كأني بقول ماس على الفوليوم يعني ماس على ام ار تي على بي. يعني ممكن برضه اعبر عنها بطريقة تانية ان هي بتساوي لي ماس على ام ار تي مضروبه لي في البريشر ساعتها. الام التاير الام، فكان بيقول لي الكلام ده كله بيساوي لي البريشر بتاعي مقسوم لي على الثابت اللي اسمه ار
مضروب لي في التمبتشر بتاعتي، فيطلع لي حاجة بالشكل ده. ولو رجعنا بقى لجداول الثيرموداينامكس، او فتحنا حتى فيديو بتاع فرع دكتور مجدي في الايديال جاسز، انا عارف ان الار بتاعت الهواء رقم ثابت ممكن احفظه، وبيساوي لي 287 بوحدات السايونتس، يعني جول عادي مش كيلو جول، كيلوغرام عادي مش جرام مثلا، وكلفن مش سيلسيوس، 287 وكلها وحدات سايونتس. يعني ساعتها لما تعمل اي حاجة يديك اي حاجة بوحدات الساي، وانت برضو عارفها من ايام اعدادي مدرسة مش هندسة برضو. بس ده كده الحمد لله عندك الار عشان ده هواء اصلا، والتمبرتشر بتكون جيبن عندك في المسألة، وساعات عندك البريشر، فالحمد لله تقدر تجيب له ايه، تقدر تجيب له الرو او الكثافة. لكن اشوف الهدف اصلا بتاعي ان اجيب الكتلة بتاعة الهواء. طب مش الكتلة، ممكن اقول ان هي بتساوي لي الدنسيتي مضروبه لي في الفوليوم الكليه. ولكن خلي بالك انت عايز الكلام ده للانجن كله، يعني المفروض الفي بتاعتك تتضرب في عدد السلندرز، يعني ساعتها كانك بتقول رو في عدد السلندرز في الفي، يعني كانك بتقول الرو في الانجن كاباسيتي ككل مش الفوليوم بتاعت السلندر لوحدها. انت عندك مثلا 4 سلندرات في الانجن بتاعك، حلو قوي. والرو بجيبها منين؟ بجيبها من المعادله الجميله الحلوه دي. هنا بقى نسال نفسنا سؤال مهم جدا، البريشر بتاع الهواء بيساوي لي ايه؟ الهواء اصلا ده كان داخل لي الانجن في السكشن ستروك، تمام. البريشر بتاعه ساعتها كده كان بيساوي لك الاتموسفيريك بريشر، يعني المفروض ان في الحاله ايديال بتاعتي ان البريشر بتاع الهواء بيساوي لي الاتموسفيريك بريشر ساعتها، والاتموسفيريك بريشر رقم ثابت انا ببقى عارفه بيساوي لي تقريبا 1.1 بار، والبار من ايام الثيرموداينامكس بتساوي لي 10^5 باسكال، يعني ساعتها ممكن اقول 1.1 في 10^5 باسكال. يعني دلوقتي لازم احفظ رقمين، الرقم ده والرقم ده، والجامعة بتاعة الهواء بتساوي 1.4 اللي احنا كنا بنهري فيها طول الفيديو اول الفيديو يعني، يبقى ده بالباسكال. حلو جدا لحد هنا. لكن انت عارف اصلا ان الهواء بتاعك لما بيخش اصلا الانجن البريشر بتاعه اصلا جوه الانجن بيكون قليل ازاي؟ المفروض انك انت بره مثلا كان ليك بريشر معين، لكن حقيقة انت عارف اصلا ان بيكون في جريدينت او في فرق كده في البريشر ساعتها. حتى كنا قلنا في اول فيديو خالص ان المفروض البريشر جوه السلندر في المرحله بتاعه ال ساكشن ستروك بتكون اقل من الاتموسفيريك بريشر، فساعتها اصلا انت عارف ان فرق البريشرات ده اصلا هو اللي بيخلي فعلا الهواء يخش. حلو، يعني المفروض ساعتها ان الهواء فعلا لما يخش ساعتها ويستقنيس وكل حاجه، وساعتها بقى الفالف يقفل، ساعتها المفروض ان في المرحله دي البريشر بتاعي اقل من الاتموسفيريك بريشر. طبعا هو لسه في السكشن ستروك، لكن بقى ساعتها بقى تلاقي البريشر بيزيد في مرحله الكومبريشن، فساعتها ممكن اقول ان البريشر بتاعي الحقيقي اللي بتاع الهواء جوه السلندر للاسف الشديد بيكون اصغر من ال اتموسفيريك بريشر. وخلي بالي طبعا ان في كل تعويضاتي بعوض بالهواء اللي جوه السلندر، يعني ساعتها كاني بعوض هنا بالبريشر اللي جوه السلندر، يعني بي سي بالشكل ده مش بي تي ام، وده هيأثر معايا في الكثافه. انا دلوقتي عارف ان بي في بتساوي ام في ار في تي. دلوقتي تخيل كده معايا ان البريشر بتاع السي اقل، وانت عارف اصلا السلندر بتاعتك التمبرتشر بتاعتها بتزيد، فساعتها اللي هيحصل لك هينتج لك عن الكلام ده كله انك انت هتلاقي ان الرو او الكثافه بتاعه الهواء جوه السلندر تبقى اصغر من الكثافه بتاعته في الاتموسفير او في الجو الخارجي او بطريقه تانية. انت كل ما بتزود البريشر ساعتها يبقى كل ما بتزود الكثافه بتاعه الماده، كل ما تخلي المولكيولز بتاعتها بتقرب من بعض،
بتزود البريشر ساعتها فبتقلل الفوليوم، لكن الدنسيتي هي اللي بتزيد. انت عارف ان اصلا الدنسيتي بتساوي لك الماس على الفوليوم. لما بتزود البريشر الفوليوم بتقل، والفوليوم والدنسيتي الاثنين عكس بعض، فالدنسيتي هتزيد. فتلاقي ساعتها كنت عند البريشر العالي عندك دنسيتي عاليه، عند البريشر الواطي في دنسيتي قليله. للاسف بقى الشديد دي عملت لك مشكله، انك انت الرو بتاعت الهواء في الاي تي ام عندك وحلو وبيسمسم وكل حاجه، ولكن بقى هتعوض بيها ازاي؟ دلوقتي انت عايز تعوض بالرو سي مش الرو اي تي ام. فقال لك خلاص يا عم الحاج هريح دماغي واعمل لك حاجه حلوه جدا وبالسمسم، وهو فاكتور معين هيظبط لي الدنيا. لو قلت لك ان انا ساعتها حسبت لك نسبه ما بين الرو سي والرو اي تي ام الخاصه بمحرك معين او بكونديشن معين، هيطلع لك تقريبا كده فاكتور اسمه الايتا، وده بيسموه برضو الفوليومتريك افيشنسي، قال يعني كده علاقه بالفوليوم، اصلا الدنسيتي بتنفذ على الفوليوم يعني. efficiency بقى لحد الاخر كده. يعني ساعتها بقى ممكن علشان احول اي رو تي ام لرو سي، ساعتها بقول له ان خلاص بقى الرو سي دي والرو سي دي ممكن اشيلها واحط مكانها ايتا في الرو تي ام. فساعتها ممكن هنا احط له رو تي ام عادي جدا اللي هي الكثافه بتاعت الهواء في الضغط الجوي العادي مضروبه لي في الايتا اللي هتكون جيفن في الامتحان. يعني ساعتها المفروض ان بتكون عندي داتا بالشكل ده بيديني المفروض درجة حرارة معينة، وساعتها بقى المفروض بقى إن أنا بكون عارف إن ده pressure ATM، هو ساعتها المفروض بقى بيساوي لي واحد وواحد من عشرة في عشرة أس خمسة باسكلز، وساعتها المفروض بقسمه على ال R في ال T، وساعتها بجيب له ال raw ATM أو الكثافة ك ATM، ودي في عادة يعني بتكون في حدود كيلو جرام لكل متر مكعب عادة. يعني انت عايز تعمل تشيك يعني على حلك المفروض تطلع حاجة بالشكل ده عادة يعني. والتمبتشر هي المفروض التمبتشر بتاعت المحيط الخارجي، يعني مثلا 27 درجة ما يعملك نوع بتحول لكلفن، خلي بالك أي تيب الكلفن دي حاجة بديهية. وبعد كده في الآخر الرقم ده بتحطه هنا عادي جدا واضربه في الان في الفي في الافيشنسي، فراح هيطلع لك الكتلة بالشكل ده. وخلي بالك فاهم من البريشر والرو، ده بريشر اللي هو بي كبيرة دي، والصغيرة دي كأنها رو، المفروض بتكون يعني لو دقيق شوية حاجة بالشكل ده. طيب فساعتها المفروض بقى كده خلاص يعني كاني بعمل تو ستيبس. اول خطوه بجيب الرو اي تي ام بتاعه الهواء بثوابت معروفه، وبيكون مديني اتموسفيريك بريشر مثلا عاده بيديهولي بالرقم، او حتى لو ما ادهوليش مش مشكله ممكن افرض رقم اللي انا حافظه لو هو ما ادهوليش. وفي الاخر بطلع الرو اي تي ام او الكثافه احطها في المعادله دي ان في الفي، وانا عارف ان الفي بتساوي لي ايه، بتساوي لي الباي في الدي سكويرد على 4 في الاس. يعني كان خطوات ان اول حاجه بجيب ال N في ال V من السكرين اللي فاتت، تاني حاجة بجيب ال Raw ATM، تالت حاجة بجيب الكتلة بالشكل ده، ومنتصف ده يكون حلو جدا وعلى وضعه. ومنساش ال Volumetric Efficiency بيكون given في الامتحان المفروض. والدكتور قال في المحاضرات بتكون عادة القيمة بتاعتها 0.8 يعني 8 من 10 80% تقريبا كده عادة يعني. طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نشتغل على حاجة تانية. أنا دلوقتي عايز أجيب الباور، والباور ده معدل الطاقة بالنسبة للزمن. فدلوقتي أنا عايز برضو أجيب الكتلة كمعدل بالنسبة للزمن. يعني تاني خطوة إن أنا بقى من المعادلة دي أنتقل لمعادلة الماس فلو ريت، وده ببساطة هيساوي الكتلة على الزمن. لكن السؤال بقى أنهي زمن؟ هيجي واحد يقولك ساعتها إن المفروض البتاع ده المفروض ساعتها إن الهواء بيخش لي في الاكسبانشن ستروك في الـ سوري في السكشن ستروك بس، يعني المفروض ساعتها اقسم على الوقت بتاع السكشن ستروك. ولكن علشان اصلا خلي بالك ان الكلام ده كله هيديك نماذج مش دقيقه اصلا، عشان حتى الوقت بتاع السكشن ستروك انت حتى لو بتحسبه ولا كده ممكن يطلع لك قيم تقريبا لك مش قيم اكزاكت. فقال لك طب انا عايز قيمه افريج، عايز دلوقتي اجيب لك الافريج ماس فلو ريت. يعني كان ساعتها عايز اعرف هو السايكل الكامله كلها على بعض كده بالصلاه على النبي مثلا الماس فلو ريت اللي جواه بيساوي ايه. فقال لك خلاص يا عم الحاج انا عايز دلوقتي سايكل كامله، فهقسم الماس على الوقت بتاع السايكل الكامله. يعني ببساطه كاني بقول ان الام دوت اللي هو معدل
طبعا ده ام بتاع اير طبعا، يعني ام ايه عشان افرق ما بينهم وما بين الماس بتاعت الفيول. الماس بتاعت الاير بتساوي لي مفروض تفاضل الماس بالنسبه للزمن. اول لك على حاجه الكتله على الزمن وهتزعل نفسك، فساعتها كانك بتقول الماس مقسوم على الزمن بتاع السايكل عشان تجيب ساعتها الافريج، الوقت بتاع السايكل الكامل. لو كنا رجعنا للفيديو الاولاني خالص كنا لقينا ساعتها المفروض ان الوقت بتاع السايكل ده ممكن اجيبها بسهوله جدا. ازاي؟ لو فرضنا ساعتها ان هو اداني الار بي ام او السرعه بتاعت الار بي ام بتاعت الكرانك شافت، يعني قال لي مثلا ان في كرانك شافت معين، بس نكتبها كده في جنب لوحده. سرعه الكرانك شافت هنظلها بام كابيتال عشان فرق بينها وبين الام بتاع السلندرز، ودي بتساوي 2000 ار بي ام. الضغط كان مظلة يعني برمز الان كابيتال ده، سرعة الكرانك شافت او سرعة كأني بيلف لك 2000 لفة في الدقيقة. انت عارف دلوقتي المفروض ان كل لفتين بيعملوا لك سايكل كاملة. ارجع لأول فيديو خالص، فسرعة كأني بقول عدد السايكلز، يعني عدد السايكلز بيساوي لي الان على 2، يعني عدد اللفات بيساوي الرقم ده على 2. كل لفتين بسايكل ساعتها ال 2000 لفة ب 1000 سايكل ساعتها، كأني بقسم ال n على 2. number of cycles بيساوي ال n على 2 سايكل لكل دقيقة. بس دلوقتي عايز احول الكلام ده كله لثواني. لو انت بتلف 60 لفة في الدقيقة، يبقى انت في الثانية بتلف كام لفة؟ بلف لفة واحدة. انا بقسم عدد لفات في الدقيقة على 60 عشان الدقيقة فيها 60 ثانية. فدلوقتي عشان اجيب له السرعة فعلا بتاعت السايكلز مثلا او عدد السايكلز يعني في الثانية، كان ساعتها بقول له ان بقسم الكلام ده كله على 60، يعني كان بقول ساعتها ان مقسومة على 2 في 60 بالشكل ده. طب عايز اعرف بقى الوقت بتاع اللفة الواحدة، بيساوي معكوس الكلام ده كله. يعني ممكن ساعتها اقول له ان وقت اللفة بيساوي لي معكوس الكلام ده. قالك دلوقتي مثلا بيلف لك لفتين في الثانيه، طب اللفه بتاخد لها كام ثانيه؟ بتعكس كانك ساعات عندك مثلا فريكوينسي، او مثلا عندك فريكوينسي مثلا وفي الاخر بتقلبه، ففي الاخر هيطلع لك 2 مضروبه لك في 60 مقسومه على ان. اقول لك على حاجه، مش اصلا الماس رايت بيساوي لك الماس مقسومه على التي سايكل؟ ايوه، يعني الماس مضروبه في 1 على التي سايكل، 1 على تي هترجع لك برضو ان على 2 في 60. ساعتها ممكن اقول له ان الكلام ده كله بيساوي لي الماس اللي هي المفروض بقى بكون عارفها رو تي ام مضروبه لك في عدد السلندرز مضروبه لك في الفوليوم اللي انت بتجيبها بقى بالقانون العادي بتاع ابتدائي ده، مضروبه لك في الافيشنسي، مضروبه لك في 1 على تي اللي هو المفروض هيكون ان على 2 في 60. يعني كده بقول كده هيكون مضروب في الروتيشنال سبيد. طبعا هي بدايه ان هي ار بي ام، وخلي بالك ممكن الدكتور يجيبها لك مثلا لكل ثانيه فخليك حرك كلها تعويضات هبله ومحتاجه بس واحد يكون مصحصح شويه. لو فرضنا ان ان دي جايبها لك ار بي ام، ساعتها ان على 2 في 60 بس. لكن بقى لو جالك مثلا بالثانيه فكانك ما قسمتش على 60، او ممكن الدكتور يجيب لك على طول وقت السايكل مباشره مثلا 1 مللي سكند، او ممكن الدكتور مثلا يلعبك برضو ويجيب لك السرعة بتاعتك على طول كده سايكل بير مينت، مش تقسم على 2، يعني كلها بتدور في نفس الفلك، كلها اصلا تعويضات مباشرة ممكن يجيبوها مثلا الابتدائي او اعدادي مدرسة. ولكن محتاجة بس واحد يكون ايه مش سرحان، يعني مثلا السرحان انه يقراك مثلا سؤال غلط، هو اصلا هيكون عارف الفكرة لو اصلا قراها صح فعلا ويحلها في دقيقة او بأقل من دقيقة كمان. المشكلة عندنا يعني عامة هي السرحان فعلا، فالسرحان ده يعني حاجة يعلم بها ربنا. فساعتها ممكن اطلع بالقانون ده ان هو الماس فلو ريت بتاع الاير، عشان كده برسم او بكتب حرف ايه كده ودوت عشان هو الريت. ساعتها كده وحدته طبعا كيلوجرام لكل ثانيه، يعني دي اكيد بديهيه، فما تنساش تكتب الوحدات، يعني اكتب الوحده بتاعت كل حاجه ماس. يعني ساعتها كاني بقول المفروض ايه، كان ساعتها بقول كيلوجرام لكل ثانيه. بص اسره بقى، الدكتور اكيد ان شاء الله زي ما قالنا في المحاضره هيجيب مساله على الكلام ده في امتحان الفاينل، مساله كده حلوه مثلا سي ب 8 درجات ولا ايا كان زي السنين اللي فاتت، عليها مثلا كذا مطلوب، يقول لك مثلا عايز الكباستي مره، عايز مثلا الماس مره، عايز الماس مثلا فلو ريت بتاع الهواء مره وكده. يعني دلوقتي خلاص انا عرفت الحمد لله الماس فلو ريت بتاع الهواء والدنيا زي الفل. احنا اصلا بدانا الكلام ده كله ان انا كنت عايز احسب الماس وبير، تمام. دلوقتي بقى عايز احسب الماس وفيول.
بقى عايز اشوف علاقة ما بين الماسوفير والماسوفيول، عشان اصلا مين اللي بيتحرق في الاخر اصلا وبيديه الطاقة؟ الفيول. الاير اصلا ده بحتاجه عشان بيديني الاكسجين اصلا اللي فعلا بيخش في التفاعل الكيميائي بتاع الاحتراق. فبالتالي لازم ان انا اشوف علاقة ما بين الماسوفير والماس اوف فيول، والموضوع يكون سهل جدا ان شاء الله. وانا عارف ان برضو من ايام كيمياء ثانوي ان عشان اجيب علاقة مثلا ما بين اكسجين واي حاجة تانية بحتاج معادلات كيميائية، فاحنا كده راجع كده بسرعة على المعادلات الكيميائية، وعامة هي هتكون ان شاء الله سهلة. لو طلعت مثلا تفاعل اهبل جدا زي ان الكربون مع الاكسجين بيديني كربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون، كنت ساعتها بسأل نفسي هي كل مادة او كل عنصر جنبها رقم ايه بالظبط؟ السي هنا ما جنبهاش حاجة فان جنبها رقم واحد، وهنا كأن في واحد وهنا كأن في واحد، فكنت بترجم الارقام دي على انها ارقام المولز او المولات اللي في السيستم. يعني ساعتها كأني بقول عندي واحد مول من الكربون، وده بيحتاج واحد مول من غاز الاكسجين عشان يديني واحد مول من الكربون دايوكسيد. دلوقتي بقى احنا عايزين نجيب اصلا المول ده. برضه لو كنا جاي على فيديو قضيه الجاز كنا جينا على موضوع المولز والكلام ده كله، كان موضوع سهل جدا. ببساطه كنت بتقول المفروض ان عدد المولز بيساوي لك الكتله بالكيلوغرامز مقسومه على المولر ماس بتاعه الماده بتاعتك او بتاع ايا كان المركب الكيميائي بتاعك او العنصر لو مش مركب يعني الكومباوند. علاقة سهلة جدا، الكتلة الكلية مثلا قال لك 5 كيلو ولا 10 كيلو مثلا مقسومة على المولر ماس. لو عندي اتش واحدة زائد اتش واحدة ساعتها فكأن المفروض المول الواحد منها فيه جرام واحد، السي 12 الاو 18. طب لو عندي غاز اسمه O2 ساعتها كأني بقول 18 في 2، يعني ساعتها كأني بقول 36 جرام ساعتها، يعني كان O2 ساعتها فيه ستة، يعني كان ساعتها المول الواحد في الأكسجين جواه 36 جرام عادي جدا بالشكل ده. طب لو عندي H2 يعني مثلا غاز الهيدروجين فده بيكون فيه 2 جرام مثلا. طب نفرض مثلا ان عندي حاجة زي ايه CO2 ساعتها كأني بقول 12 زائد 18 في 18 ساعات فكأني بقول 48. طيب نشوف بقى المسألة أو المعادلة اليتيمة المفروض الدكتور كان يديها لنا يعني، أو إن شاء الله يعني لو سألنا في الفاينل يسألنا عليها. نفرض عندنا فيول معين المفروض كل 100 كيلو منه فيه 85 كيلو كربون وخمستاشر كيلو هيدروجين، أو بطريقة أخرى يعني يقولك مثلا عندك فيول معين فيه 85% كربون وخمستاشر في المية هيدروجين، أو يقولك مثلا فيول معين فيه 60% كربون مثلا وأربعين في المية هيدروجين، يعني يقولك نسب مثلا أو يقولك إن كل 100 كيلو فيهم كذا وكذا. أصلا أنت عارف إن 100 كيلو أصلا كده بيقول لك نسبة مئوية، يعني من هيجيب لك نسبة وخلاص للمحتوى بتاع الكربون الكلي اللي جوه الفيول وكذا الهيدروجين. هيقول لك ان هو هيدروكربون يعني فيه هيدروجين وكربون بس، ومثلا فيه 20 كيلو هيدروجين، يبقى كده 80% الباقيين مثلا هيكونوا كربون. عشان بقى نعرف المولر ماس بتاع اي حاجة لازم اول حاجة نكون عارفين ان المفروض الهيدروجين الذرة بتاعته الماس نمبر بتاعها 1، الكربون 12، النيتروجين 14، الاكسجين 16. فبالتالي مثلا لو جالك واحد وقال لك ان هو عايز حاجة مثلا زي O2 مثلا، يعني غاز الاكسجين رمزه O2، فكان ساعتها بقول 2 في 16 يعني 32، والوحدة بتاعتي هي الجرام. طب N2 مثلا نيتروجين، يبقى ساعتها كأني بقول بدل 32 بقى 14 في 2 يعني 28 جرام. طب ال H2 هو هيدروجين، كان ساعتها بقول H2 يعني ساعتها كأني بقول 2 جرام. طب لو CO2 يبقى ساعتها كأني بقول 12 زائد 16 زائد 16، 12 زائد 32 يعني ساعتها كأني بقول، يعني ساعتها كأني بقول CO2 بتاعي عبارة عن المولر ماس بتاعته 44 جرام، طبعا جرام لكل مول، يعني المفروض ساعتها يعني المفروض ساعتها 44 جرام بير مول ساعتها. طيب دي اهم ارقام لازم نحفظها، وممكن ساعتها برضو احفظ الحاجات دي بالشكل ده. نيجي بقى للموضوع الرئيسي بتاع اصلا معادلة حرق الفيول او احتراق الفيول. هنفرض عندنا فيول ايا كان بقى
مليته ايه، في 85% كربون و15% هيدروجين. المفروض ساعتها بداية الحل اني بعمل اسامبشن حلو جدا انها شغال على 100 كيلو فيول. يعني ساعتها ممكن اقول له ساعتها انا شغال على 100 كيلو جرام من الفيول، وده ساعتها هيكون فيه 85 كيلو جرام من الكربون و15 كيلو جرام من الهيدروجين. دي اول خطوة. تاني خطوة اكتب معادلة الاحتراق بتاعة الفيول بدالة الكربون والهيدروجين. حلو جدا. دلوقتي المفروض انا عارف ان اي عملية كومباستشن محتاجة اكسجين، والاكسجين بجيبه من الهواء. فدلوقتي انا عايز اجيب الكتلة بتاعة الهواء او الماسوفير اللي هحتاجها عشان فعلا احرق 100 كيلوجرام من الفيول حرق او احتراق كامل. فبالتالي انا محتاج اعرف النسبة ما بين الاكسجين والنيتروجين والهواء، يعني الهواء بتاعي فيه كام في المية اكسجين وكام في المية نيتروجين. حاجة مهمة جدا جدا هنحتاجها ان شاء الله في المسائل. الهواء الجوي لو عايز تشوف المكونات بتاعته بالفوليوم، يعني هلاقي ان تقريبا 79% من حجمه نيتروجين، 21% اكسجين. حقيقة في غازات تانية لكن ممكن اهملها، فاعتبر كأن عندي بس اكسجين ونيتروجين في الهواء الجوي، كأن مجازا. وخلي بالي النسبة دي كفوليوم، ولكن ممكن منها اطلع بنتيجة دبوبية ساعات بتلخبط ناس كتيرة. احنا بقى ساعتها هنحتاج حاجة اسمها افوجادرو زول علشان نطلع بنتيجة حلوة جدا. دلوقتي لو عندي جاسز والغازات دي المفروض ليهم نفس التمبرتشر والبريشر ساعتها، يعني المفروض اقول عندي جاسز ليهم نفس البريشر والتمبرتشر زي الهواء المكون من غازات كتيرة، والهواء كله على بعضه ليه بريشر معين وتمبرتشر معينة، فكأن كل الكومبوننتس بتاعت الهواء ليها نفس البريشر ونفس التمبرتشر. ساعتها ممكن اقول ان في الحالة دي الفوليوم بتاعتي بتتناسب طرديا مع عدد المولات اللي موجود عندي. يعني دلوقتي مثلا لو جبت لتر اكسجين وحطيته مثلا في كونديشنز معينة، وجبت لتر نيتروجين وحطيته في نفس الكونديشنز، الاتنين جواهم نفس عدد المولز. ده اللي يهمنا، ودي اسمها افوجادروز رول، وكنا خدناها اظن قبل كده في ثانوي. فساعتها ممكن بقى اقول له نسبة وتناسب، ان مثلا لو عندي جاز اسمه واحد وجاز اسمه اتنين ليهم نفس البريشر والتمبرتشر، يبقى النسبة ما بينهم بتساوي لي برضو النسبة بين اعداد المولز بتاعتهم. فلو رجعنا بقى لمثالنا ساعتها، ممكن اقول ان 79% نيتروجين على 21% اكسجين، فساعتها ممكن اقول نسبة ما بين عدد المولز بتاعت النيتروجين لعدد المولز بتاع الاكسجين اللي موجودين في كمية معينة من الهواء ايا كانت بتساوي لي 79 على 21. فكان ساعتها بقول برضو ان عدد المولز مثلا بتاعت النيتروجين بتساوي لي عدد المولز بتاعت الاكسجين، بعمل مقص ده في ده على ده، مضروب لي في 79 على 21. يعني ببساطة النسبة دي نسبة حجمية وبرضو نسبة للمولز. الكلام ده مهم جدا جدا، لأنها مش نسبة ماس، أخلي بالي مش نسبة ماس، أخلي بالي مش نسبة ماس، أخلي بالي برضو آخر مرة إيه، مش نسبة ماس. اللهم بلغت اللهم فاشهد، عشان الحل هيختلف معاك في الأرقام وفي الطريقة. حلو جدا. نكتب بقى معادلة الكومباستشن بتاع الفيول. مبدئيا كده انا هفرض ساعتها ان انا هكتب معدل دلالة الكربون لوحده والهيدروجين لوحده. ساعتها سي زائد اتش 2، الارقام بقى اللي جنب السي اتش 2 الله اعلم بيهم بقى، زائد الاحتراق اكيد طبعا محتاج الاكسجين اللي باخده بالهواء، وساعتها المفروض بقى ان الكلام ده كله هيديني عارف طبعا ناتج الاحتراق الكامل كربون دايوكسيد اللي هو CO2 مع بخار ميه اللي هو H2O. هي دي بقى ساعتها العوادم بتاعتي اللي بتخرج ساعتها من الاكزوست فالف بتاعي. بس دلوقتي انا عايز ازود حاجه، مش اصلا في نيتروجين بيخش لي برضو؟ ايوه، وبعد كده بيخرج لي؟ ايوه.
النيتروجين في الظروف العادية ما بيتفاعلش، بقول في الظروف العادية، ممكن يتفاعل في ظروف دبوبية، فساعتها عشان ما بيتفاعلش ساعتها لو انا حطيته في الطرف الشمال للمعادلة هيطلع من يمين زي ما هو من غير اي تغير عادة بالشكل ده. دلوقتي بقى اسأل نفسي انا عندي كام مول من الكربون عشان يخش التفاعل؟ عندي 85 كيلو كربون، وانا عارف دلوقتي ان الكربون بتاعي بيخش في معادلة سي لوحدها مش سي 2. طيب عشان بقى اجيب عدد المولز، انا عارف ان عدد المولز بيساوي لي الماس اللي هي 85 كيلو جرام على المولر ماس بتاعت الكربون اللي هي المفروض ساعتها بتكون 12 جرام، يعني ساعتها كأني بقول 85 كيلو جرام على 12 في 10 أس سالب 3 عشان احول الجرام لكيلو جرام، هتطلع ساعتها كده المفروض رقم كده كبير شوية. فساعتها انا اصطلح مع نفسي ان اي رقم يطلع لي اضربه في 1000، قال يعني كأني قلت في الاخر المفروض المولر ماس دي هضربها في 10 أس سالب 3 علشان ايه؟ علشان اصلا المولر ماس بالجرام، لو بتطلع فوق فكأني ضربت الكلام ده كله في 10 أس 3، يعني كأن الناتج بتاعي هيكون بوحدة الكيلو مول، بدل المول عادي بقى وحدة الكيلو مول، فساعتها أي حاجة تطلع لي هنا لما أعوض تعويض مباشر بقى بالأرقام هتطلع بدالة الكيلو مول. طيب 85 على 12، فاكتب هنا 85 على 12 أكون عارف إن أي مول هنا هيطلع لي بدالة الكيلو مول، يعني في 10 أس 3 على طول. الهيدروجين 15 وده H2، H2 يعني 2، فكأني بقول 15 على مولر ماس اللي هي 2 عشان ده H2 بقى. الأكسجين بقى اللي أنا محتاجه من الهوا معرفوش، هرمز له بـ X، والنيتروجين هرمز له بـ Y، وأهو النيتروجين هاخد زي ما هو زي ما هو كده أهو زي الفل Y أهي. دلوقتي أنت عارف إنك أنت لازم كل عدد الأكسجينات اللي هنا يكون موجود هنا، ونفس الكلام مع الكربون، هنا في 85 على 12 كربون، يبقى لازم برضو يكون هنا في 85 على 12 كربون، هنا في 15 على 12 في 2 هيدروجين، عشان خلي بالك H2 يعني كان 2 هيدروجين، يعني كأن في كام؟ كأن في 15 هيدروجين كلية، وهنا في 2 هيدروجين خلقة، فعشان يكون في 15 هيدروجين برضو هنا لازم تضرب في 15 على 2. معادلتك الحمد لله في الجنب ده اتزنت خلاص. اسأل نفسك بقى انت عندك كام اكسجين هنا؟ عندي 85 على 12 في الاتنين عشان O2، اخلي بالي عشان سي O2 في O2 ساعتها، يبقى 85 على 12 في الاتنين، ده لو بتكلم على الكومباوند ده. هنا بقى في كام؟ هنا في 15 على 2 وفي 1 عشان عندي في المركب ده اكسجين واحدة بس، وهنا المفروض اخلي بالي انا كده عديت كل الاكسجينات اللي هنا. طب كل الاكسجينات اللي جنب الشمال 2 ومعايا اكس، يعني 2 في اكس عشان خلي بالك ده او ان ده O2، وانا بعد كل الاكسجينات الفرد، فساعتها دي المعادله بتاعتي المفروض 2 اكس هتساوي لي الرقم ده كله، يعني اكس لوحدها تساوي كام؟ اول حاجه احسب الجنب ده 85 على 12 في 2 زائد 15 على 3 هيطلع لي برقم، زائد 15 على 2 هيطلع لي برقم، حسبت بس اللوكشه دي 85 على 12 في 2 زائد 15 على 2 في 1، واقسم الكلام ده كله على 2 فالاكس بتاعتي هتطلع لي المفروض 10.83، فالاكس بتاعتي اهي طلعت لي المفروض ب 10.83. اكتب له مول عادي؟ لا، كيلو مول عشان احنا ما ننساش، 10.83 كيلو مول بالشكل ده. فكده الحمد لله انا جبت له الاكس. ممكن اجيب له الوزن بتاع الاكسجين؟ ممكن جدا. وزن الاكسجين الماس بتاعت الاكسجين بيساوي لك ال number of moles في المولر ماس بتاعت الاكسجين، ال number of moles ب 10 دوت 8 3 في 10 اس 3 عشان كيلو، المولر ماس ذرتين اكسجين 2 في 16 يعني في 32، وجرام بحوله كيلو جرام عشان كله ساي يونتس ففي 10 اس سالب 3. مبدئيا كده ده هيطير ده. احسب بقى ساعتها الكلام ده كله 10.83 في 32 هيطلع لك تقريبا 346.56، يبقى اهو
346 دوت 56 كيلوغرام. يبقى الوزن الكلي للأكسجين اللي أنا محتاجه الرقم ده 346 دوت 56 كيلوغرام، لكن ده للأكسجين. أنا عشان أجيب الإير كله محتاج أجيب الـ number of moles بتاعة النيتروجين وأضربها في المولر ماس، فأجيب ساعتها الماس الكلية للنيتروجين، فأجمع الماس الكلية للنيتروجين على الماس الكلية للأكسجين، وبالتالي أقوم كده وأنا مستريح الحمد لله كده مشكورا جايب له فعلا الكتلة الكلية للهواء اللي بتساوي لي كتلة النيتروجين الكلية زائد كتلة الأكسجين الكلية. جبنا الكتلة بتاعة الأكسجين، عايزين نكتب بس معادلة من جديد عشان يكون عندنا سبيس أكتر، ونأكد على فكرة مهمة جدا جدا. عايز أجيب بس الواي بتاعة النيتروجين عشان دي مهمة جدا، واحنا أصلا حطيناها في المعادلة عشان حاجة مهمة جدا مع إنها مش هتخش في التفاعل الكيميائي. إيه الحاجة دي؟ دلوقتي المفروض احنا كنا النسبة بتاعة الهواء 79% 21%، لكن دي نسب بالنسبة لإيه؟ حجم ولا عدد مولات ولا كتلة؟ وقلنا إن الهواء فيه 79% نيتروجين و21% أكسجين. السؤال بقى، دي نسب كتلية ولا حجمية ولا نسبة مولز؟ الدكتور قال النسب دي نسبة مولات، ونأكد كده على الجزئية دي نسب مولات. نكمل بقى. دلوقتي انت لو عندك اكس معين من الاكسجين وعارف ان المفروض قصاد الاكس ده هيكون قدامك واي اللي هو بتاع الهواء واللي هو النيتروجين في الهواء، وانت عارف برضو لو الاكس مثلا زي بتاعت الاكسجين يبقى قدام كل 21 مول مثلا او 21% هتقابل لك 79%، فتلاقي ساعتها ان الواي هتساوي لك اكس في 79 على 21، يعني كأنك بتقول 79 على 21 اكس، وانا كنت بطلع الاكس اللي هي المفروض كام ب 10 و83 من 100 مول، فكأن ساعتها عدد المولز بتاعة النيتروجين اللي هو N2 بالشكل ده بيساوي لي 79 على 21 مضروب لي في 10 دوت 83، فساعتها يطلع لي المفروض في الاخر خالص 40 و47 من 100. كمول يعني، وخلي بالك هو كيلو مول عشان ايه القصه بتاعت احنا قسمنا على جرام على طول. دلوقتي بقى انت عايز تجيب الكتله بتاعت الهواء كله. انت دلوقتي عارف عدد مولات الاكسجين وعارف عدد مولات النيتروجين، ودلوقتي انت عارف ان اي كتلة بتساوي لك عدد المولات في المولر ماس، فالكتلة بتاعت الهواء كله بتساوي لك، نفكر بقى كده مع بعض، عدد المولات بتاعت الاكسجين في المولر ماس بتاعت الاكسجين زائد عدد مولات النيتروجين مضروب في المولر ماس بتاعت النيتروجين. وخلي بالك كويس جدا من الكلام ده. دلوقتي انت عارف انك انت NO2 ده هو الاكس اللي طلعته ب 10 ضد 8 3، تمام. اضربه بقى في الايه، في المولر ماس. اقول لك اصلا احنا كنا جبنا الكلام ده كله 10 ضد 8 3 في 32 في 10 اس، واحنا اصلا كنا حسبنا اللوكشه دي كلها، قلنا المفروض نمبر اوف مولز 10 ضد 8 3 في 10 اس 3 في المولر ماس اللي المفروض 32 في 10 اس سالب 3، وطلع زي ما قلنا المفروض كده رقم في حدود، نحسبها كده تاني بس عشان عملنا كلير للآلة الحاسبة، 346 دوت 56 يعني اهو 3 4 6 دوت 56، طبعا ده كيلو جرام المفروض، زائد النيتروجين المفروض هو فيه كام ذرة؟ اه احنا ماشي نستنضف النيتروجين، المفروض ان النيتروجين هي الواحدة او ال N الواحدة فيها 14 جرام، N2 يعني 28 جرام، يعني كأني بقول 40 دوت 7 دوت 4 7
اللي هو ساعتها المفروض number of moles مضروب في ال 14 جرام في 10 اس 3 3. ما تخش طبعا كيلو مول اصلا ده يضرب في 10 اس 3، فكان بيقول اللي 40 دوت 4 7 في 10 اس 3 في 14 في 10 اس 3 3، يعني في الاخر يطلع لك رقم كده حلو كده على وضعه اللي هو المفروض بتقريبا 566 دوت 5 8. ساعتها لما اضرب بقى 40 دوت 4 7 في 10 اس 3 واكمل بقى المعادله بتاعتي عادي جدا، هطلع في الاخر بنتيجه حلوه ان المفروض الكتله الكليه بتساوي لي الرقم ده. المولر ماس المفروض ساعتها بتساوي ايه؟ بتساوي زي ما احنا قلنا 2 في 14 عشان انت عندك N2 يعني نيتروجين 2، فساعتها كانت تقول 2 في 14. اجمع ده كله ساعتها يطلع لك رقم كده حلو، المفروض كام؟ احسبه كده مع بعض على آلة حاسبة، تقريبا 1479. اقول لك على حاجة، خليه كأنه 1480. يبقى ساعتها بقى كأنك بتقول ان قصاد كل 100 كيلو من الفيول عشان يحترقوا احتراق كامل انت محتاج 1480 كيلو من الهواء. يعني كأن ساعتها النسبة ما بين كتلة الهواء اللي انت محتاجها عشان تحرق الفيول احتراق كامل بتساوي لك 1480 على 100 كيلو، يعني بيساوي 14.8 من عشرة بالشكل ده. يعني قصاد كل كيلو فيول محتاج 14 كيلو و8 من عشرة من الهواء، يعني عشان تحرق كيلو فيول واحد الانجن بتاعك هيسحب لك 14 و8 من عشرة كيلو هواء. طبعا بقى ان السي او 2 والاتش 2 اصلا والان ده في الاخر بيطلعوا عوادم، ده اصلا تلاقي ان اهم حاجه عندك هي السي والاتش 2 والاو، هما دول اللي المفروض دول جايين من الفيول وده جاي اصلا من الهواء، الان 2 عاطف في نفسه اصلا مش اي حاجه، وفي الاخر بتطلع كله زي الفل. في الاخر هيطلع لك دي النسبه بتاعتك، وعلى فكره دي نسبه تيبيكال زي ما كان الدكتور قال في المحاضره. فاهم حاجه النسب دي نسب ايه؟ نسب مولز. لخص بقى الستبس بعد كده نقول على حاجه كده ونكون الحمد لله خلصنا تقريبا الهيت انجنز كلها. اول حاجه تبقى معادلتك المتزنه وانت بقى وزنها مع نفسك عادي جدا، واصلا هيكون الوزن بديهي زي المساله اللي فاتت واي مساله تانية قبلك في الاتش والجي، تمام حاجه محفوظه. بعد كده هات عدد الاكسجين مولز، وخلي بالك ان الاكسجين ده رمزه O2 مش O واحده، فكأن المولر ماس بتاعته بتساوي 16 في 2 على 32. بعد كده هات عدد النيتروجين مولز، وبعد كده المفروض بقى تقول انك انت قصاد كل 79 مول من الاكسجين، او سوري قصاد كل 79 مول من النيتروجين في 21 مول اكسجين. فساعتها كأنك بتقول بقى انك انت تجيب التوتال ماس فاليو اللي هي بتساوي لك ايه؟ بتساوي لك ال N بتاع الأكسجين في ال M بتاع الأكسجين زائد، طبعا ده المفروض دول هيكونوا خاصين بالأكسجين، يعني ال N number of moles في المولر ماس بتاعت الأكسجين فرمز لها O كده، زائد ال N M بتاعت النيتروجين يعني المولر ال number of moles في المولر ماس بتاعت النيتروجين. ثانية بس بالشكل ده. بعد كده بقى هات ال air fuel ratio بالشكل ده، مش محتاج اي حاجه تانية، بس يعني دي خلاصه بتاعت القول كله، ودول ارقام حلوين جدا تحفظهم. وخلي بالك ان الكربون دايوكسيد CO2، الاكسجين O2، الووتر فيبر H2O، وخلي بالك ان الان برضه بيكون 2. رموز هبله جدا زي المعادله اللي فاتت دي، ممكن تبصمجها، ولكن طبعا الدكتور لما يلعب ساعتها هيلعب لك في الايه، يلعب لك مثلا في نسبه الهيدروجين والاكسجين في الكربون زي ما احنا كنا قلنا. وهو المفروض يعني كان ده يعني ليكتشر سامر بتاع السنة اللي فاتت، في نفس المستوى بتاع السنة دي اهو، فعلا طلع بأرقام متشابهة جدا فعلا 14.8 حاجة زي ما احنا كنا جبناه الحمد لله، ونفس كل حاجة، وزي ما قلنا المفروض دي نسب مولز. فساعتها بجيب الحجم الماس كلها بتاعة الهواء عن طريق نضرب كل مولر ماس في number of moles، واقسم في الآخر على الكتلة بتاعة الفيول كله الفاضل بس ان هي 100 كيلو. نيجي بقى لحاجة مهمة جدا جدا وهو فاكتور مهم، وبعد كده نكون خلصنا تقريبا عشان هنقول بس عن معادلة الباور بشيء من ال يعني معادلة سهلة إن شاء الله كده على وضعها، وفي الآخر خلاص يعني نكون كده خلصنا الحمد لله الإنجنز كله. يعني دلوقتي إحنا الحمد لله حسبنا
النسبة ما بين الهواء والفيول علشان يعمل لي احتراق كامل للفيول. النسبة دي طبعا عشان نسبة حلوة جدا ونسبة مميزة، فبيسموها الستويكيومتريك اير تو فيول ريشيو، اسم ديبوب اه، لكننا اتعاملنا معاه اصلا واحنا بنحل المسألة من غير ما نحس. دي ببساطة هي النسبة اللي بتضمن لي فعلا complete combustion of fuel. حرقت الفيول بالظبط، لا اتبقى لي هواء زيادة او مثلا ما بقاليش اكسجين زيادة، ولا اتبقى لي فيول ما اتحرقش، complete combustion بالشعر بالظبط. لكن وارد جدا للأسف ان يكون عندي مثلا هواء اقل من الفيول فيحصل لي incomplete combustion، احتراق غير كامل، او اصلا يكون عندي هواء بزيادة فاصلا بقيت الاكسجين طلع لي كعادم، يعني كان اصلا الفيول خد كل الاكسجين اللي محتاجه وبقى الزياده طلعوا مثلا ايه من الاكزوست فالف. فساعتها انا محتاج فاكتور فعلا يعرفني انا انهي عمليه من دول، انا incomplete combustion ولا complete combustion، ولا اصلا في اكسس اكسجين او اكسس اير اصلا فعلا هيطلع لي بره. او ببساطه الفاكتور ده بيسموه الاكسس اير فاكتور، وده رمزه الفا بالشكل ده. وده بيعبر لي عن النسبة ما بين الـ air والفيول في المثال الواقعي اللي قدامي، وما بين الـ air والفيول أو ما بين الـ air والفيول في الحالة الستويكيومتريك اللي فعلا أنا عملت لها معادلات. فبالتالي بقى ألاقي عندي كذا احتمال. أول احتمال إن الألفا الجميلة بتاعتي بتساوي 1، فساعتها ده حالة المفروض إن هي ستويكيومتريك، يعني بتديني complete combustion، complete كومباشن. لو بقى عندي الالفا اصغر من 1 فساعتها كأني عندي incomplete كومباشن، وده ساعتها بيكون خطير جدا عشان بيطلع لي غاز اسمه الكربون مونوكسيد CO، والغاز ده اشد سمية من الكربون دايوكسيد. اول اكسيد الكربون او كربون مونوكسيد CO ده اشد سمية بكتير، عشان ساعات الدكتور بيسألك في الامتحان انهي اضر بالبيئة، الكربون دايوكسيد ولا الكربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد بيسبب اختناق فوري عن الكربون دايوكسيد، ده غير بيعمل لي مشاكل كتيره جدا. فبالتالي الانكمبليت كومباشن بيكون مصيبه بالنسبه لي، عشان ساعتها بيطلع لي كربون مونوكسيد، وده غاز ديبوبي اصلا ربنا ما يكتبه لا علينا ولا عليك. وهو بنأكد ان الغاز ده غاز ديبوبي ربنا ما يكتبه لا علينا ولا عليك تاني. لكن بقى لو الفا يعني كان عندك هواء وعندك اكسجين اكتر اصلا من اللي انت محتاجه، فساعتها بقى هيخرج لك اكزوست جاسز او غازات العادم العوادم، لا ساعتها بقى بتكون المفروض كربون دايوكسيد والووتر فيبر والكلام ده كله، عشان اصلا هو خلاص الفيول بتاعك اتحرق وخلاص مفيش حاجه تانية تحرقها، فالاكسجين الزياده هيطلع بره بقى مع اي حاجه تانية كانت طالعه اصلا من الاكزوست فالف بتاعك. وزي ما قلنا الكلام ده كله ابليكابل للديزل انجن او للسبارك اجنيشن انجن، دي حاله عامه. طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نربط ما بين الكلام ده كله والباور في الاخر، عشان اصلا ده هدفنا. احنا اصلا كل الكلام ده كله بنعمله ليه؟ عشان فعلا نعرف الباور نظامها ايه. دلوقتي احنا اصلا كنا بنعمل الكلام ده كله عشان احنا كنا عايزين ايه؟ نجيب الماس فلو ريت بتاع الفيول. اجيبه بقى ازاي؟ احنا اتدربنا ازاي نجيب الماس فلو ريت بتاع الاير، صح؟ ايوه. وهتعرفنا ساعتها ان الماس بتاع الاير على الماس بتاع الفيول بيساوي لي المفروض بقى ايه؟ الاير تو فيول فاكتور، اللي ممكن يساوي لي الاكسس اير فاكتور مضروب في الاير تو فيول فاليو، او سوري اير تو فيول ريشيو في حالة الستويكيومتري. انا بس قلت ان انا اعمم الحاله. دلوقتي انا عارف اصلا الالفا اصلا بيدل على النسبه ما بين الاي تو اف الحقيقيه اللي عندي وما بين الاي تو اف في حاله الستويكيومتري، والالفا اصلا دي قلت خلاص لما اضرب بقى في الاي تو اف الستويكيومتريك بقى في الاخر يطلع لي الماس بتاعت الاير على الماس بتاعت الفيول فعلا زي الفل. دلوقتي لو قسمت ده على التايم وقسمت ده على التايم هتحصل لي حاجة؟ لأ، أنا قسمت فوق وتحت على التايم. فهنا يكون عندي الماس فلو ريت بتاع الاير، وهنا الماس فلو ريت بتاع الهواء بتاع الفيول.
ساعتها ممكن اقول له خلاص يا عم الحاج وهتزعل نفسك، يبقى كده المفروض بقى ان الماس فلوريت بتاع الفيول اللي هو المفروض هيكون ام دوت اف بالشكل ده بيساوي لي ده مقسوم على ده. حلو، واحنا بنكتب بقى المعادله الكيميائيه بتاعه الحرق والكلام ده كله نسينا اهم حاجه واللي هو الانرجي اللي بتطلعها. انا اصلا المعادله دي بتطلع لي انرجي اصلا اللي انا محتاجها، او ببساطه كل نوع فيول بيكون ليه كالوريفيك فاليو معينه. كالوريفيك فاليو، ودي رمزها، ودي رمزها سي نقطه في، ما تلخبطش بينها وبين السي واللي تحتيها في سمول كده اللي بتعبر لك عن السبيسيفيك فوليوم. دي سي في سبيسيفيك فوليوم، او سبيسيفيك سوري اللي بتعبر لك عن سبيسيفيك هيت بتاع الفوليوم بتاع الكونستانت فوليوم اللي هو بتاع الايزو كوريك بروسيس بتاع فرع دكتور مجدي في الثيرمو. هنا سي دوت في كالوريفيك فاليو، سي فور كالوريفيك وفي فور فاليو، ودي الانرجي بتنتج عن حرق كيلو جرام كامل من الفيول. هتلاقي مثلا هيقول لك ان في فيول معين مثلا السي في بتاعه اللي هو الكالوريفيك فاليو بيساوي لك 40 ميجا جول لكل كيلو، يعني كل كيلو بحرقه بطلع منه ب 40 ميجا جول، يعني 40 مليون جول. طيب يعني ممكن ساعات اقول بقى ان الانرجي بتاعتي او الكيو بتاعتي بتساوي لي الكالوريفيك فاليو مضروبه في الكتله، يعني كتله الفيول مضروبه في الكالوريفيك فاليو. لو قسمت الطرفين على التايم او على الزمن الكيو هتتحول للباور او كيو دوت اللي هي قدره بالوات، بتساوي لي الماس فلو ريت بتاع الفيول مضروب في الكالوريفيك فاليو اللي هتكون جيفن عندي في المساله. اهو بقى الاتنين دول هما الهدف بتوعي، وعشان كده قعدنا نهري كل هري ده. كل هري ده اصلا كلها زي ما قلنا ليفلات او ستيبس معينه بتوصلني في الاخر لقمه الهرم ولا باش هرم، عشان دلوقتي اتقوا الشبهات لحسن تحصل حاجات وحشه عليه دلوقتي. فبالتالي خلاص دي المعادله بتاعتي او معادلتين بتوعي وبقت كل حاجه زي الفل. دلوقتي بقى خلي بالك من حاجه، المفروض لو ما بيجيب لك اليونتس انت بتحل كله بالساي يونتس، يعني المفروض ساعتها بيطلع لك كله بدلاله ايه؟ بدلاله الوات. لو رجعنا بالذاكره لديناميكا الثانويه عامه والامتحان بتاعها اللي اتلغى مع الناس كده جدا كانت مقفلاه للاسف شديد بمجهودها بغير شاومينج والكلام ده كله، وناس نامت اصلا وصحت الساعه 3 العصر على امتحان ملغي اصلا في نص رمضان، يعني حاجه استغفر الله العظيم، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. هتلاقي ساعتها ان كان في واحده اسمها وحده الحصان او الهورس باور، كان رمزها حاجه بالشكل ده. دي بتساوي لك 736 واط تقريبا. فخلي بالك الدكتور قلت لك اصلا اليونتس بتاعت الباور بدلاله وحده الحصان او الهورس باور، فساعتها الناتج اللي بتطلعه اللي بتطلع منه ده بتقسمه على 736 واط، وفي الاخر تطلع بكام حصان فعلا للمحرك بتاعك. حتى لو سالك محرك مش عارف مثلا كام حصان مثلا، فاصلا كلمه حصان دي يعني ببساطه حصان ده احد الوحدات اللي بيعبروا عنها ك 736 واط. هم جابوا حصان على فكره من غير هبد، فعلا جابوا حصان وقالوا مثلا كده فعلا هنشوف الافريج بتاعه فعلا بيعمل باور قد ايه فتره معينه، واصطلحوا ساعتها ان فعلا كل 736 واط هي فعلا الهورس باور بتاعت حصان افريج، لا هو حصان يعني عنده صحه ولا هو حصان يعني تعبان قلب على بغل او حمار. تمام. عايزين بقى نشوف مساله كده حلوه لما كل الديبوب ده، وبعد كده نتكلم عن الافيشنسي وكده نكون خلصنا الحمد لله. دي مساله على فكره مساله امتحان فاينل ولازم ان شاء الله تيجي على فكره في الفاينل، وكان دكتور جمال قالها للسنه اللي فاتت للناس يعني، وهما كتبوها الحمد لله يعني مشكورا ليهم ربنا يكرمهم في الليكتشر سامري. قال لك انت عندك سبارك اجنيشن انجن، قال لك الان بتساوي 4 يعني عدد السلندرز بيساوي 4، البور اللي هو الدايمتر الداخلي بيساوي 100 ملم، والاس اللي هو المفروض ساعتها المسافه اللي المفروض ممكن بقى البيستون يتمرجح فيها اللي المفروض اصلا ممكن يكون فيها براح للهواء يخش فيها، الاس دي او المسافه المفروض اصلا بتساوي 110، يعني فوليوم بتساوي ساعتها باي في دي سكوير على 4 في الاس، والان اللي هو سرعه الكرانك شافت 2400 روتيشن بير مينت، ولا كانت عندك فيول 85% منه كربون و15% هيدروجين، ولا كانت الالفا اللي هي الاكسس اير فاكتور بيساوي 0.95، الفوليومتريك افيشنسي 0.8، السي في 40 ميجا جول لكل كيلو جرام، الاتموسفيريك بريشر ب 1 بار،
الاتموسفيريك تمبرتشر ب 25 ديجري سيلسيوس، وقال لك الافيشنسي بتاعت الانجين كله بتساوي الرقم ده. نحذف بس المطلوب ده عشان ده يعني ايه ما ندخلوش معاه دلوقتي عشان هتلخبط. قال لك بقى ان هو عايز الماس فلو ريت بتاع الهواء، وعايز ال A2F value كاستويكيومتريك بيجيبها من المعادلات، وعايز ال M to ال M dot F أو عايز ساعتها ال mass flow rate بتاع الفيول، وعايز ال Q dot F ساعتها يعني فعلا الباور بتطلع من التفاعل الكيميائي ده، وعايز بقى بعد كده الباور أصلا اللي engine بيطلعها لك واحدة واحدة. أول حاجة زي ما تسمي الله وتمشي واحدة واحدة، إنك أنت أول حاجة بتجيب له ال capacity، اضرب ال N في ال volume وكله ساي يونتس هيطلع لك رقم. بعد كده انت عايز تحول الكلام ده كله لايه؟ عايز كده المفروض لما تحوله تحوله لكتله، فانت محتاج اول حاجه الرو. الرو بتساوي لك المفروض اللي هي كثافه الهواء الايتا مضروبه في الرو بتاعه الهواء في الاتموسفيريك بريشر، واصلا دي بتساوي لك من قوانين دكتور مجدي البريشر مقسوم على الار في تي زي ما اثبتناها. الار بتاعت الهواء رقم محفوظ 287 كوحدات ساي يونتس، البريشر عندك اهو 1 بار يعني 10 اس 5 كيلو باسكال عادي. الاي تي ام التمبرتشر دي حولها لسيلسيوس، حولها من سيلسيوس لكلفن. الله يكرمك، اللهم بلغت اللهم فاشهد، كل حاجه عندنا في المنهج كلفن بالكلفنه. ففي الاخر تعويض مباشر بالشكل ده، جاب لك الرو اي تي ام او جابت لك الرو اي تي ام مش عارف جنس الشخص اللي عمل الملخص ده يعني، ربنا يكرمه ويكرمها ايا كان يعني فين دلوقتي. فساعتها في الاخر بيطلع لنا الرقم ده. عوض بقى مباشر ساعتها هتجيب له الام دوت اي بالشكل اللي احنا شايفينه. قال لك انا عايز بقى الاي تو اف ستويكيومتريك، دي بقى كلها معادلات زي احنا كنا عملناها. وسبحان الله ده نفس المثال اصلا اللي احنا كنا اشتغلنا عليه واحنا بنحل يعني، وفعلا طلع الرقم زي ما قلنا 14.8732. الام دوت اف ساعتها بيساوي لك الرقم ده مقسوم على ال A to fuel الاكشوال بقى اللي بيساوي زي ما قلنا الالفا مضروبه في ال A to F stoichiometric. هو مديك الالفا ب 0.95، ساعتها انت من معرفتك ل A to F هتجيب ساعتها كل حاجه عادي جدا تعويض مباشر. ففي الاخر هيطلع لك حاجه بالشكل ده من الستويكيومتريك، اضرب في الفا ساعتها وقول ان المفروض في الاخر ال fuel كماس فلو ريت يعني بيساوي الماس فلو ريت بتاع الاير مقسوم على اللي انت جبته ده اللي هو الفا في الاي تو اف ستايكيومتريك، تعويض مباشر. وقول له كده معناها ان طالما الالفا بتاعتك صغيره يعني مفيش حرق كامل، يعني عندك incomplete combustion of fuel. يعني ساعتها المفروض بقى الدكتور في امتحان شرطي يقول لك طب ده ساعتها بيعمل لي ايه؟ بيديك كربون مونوكسيد وده غاز ديبوبي. بس طبعا الدكتور ما غاز ديبوبي، يعني قول له ان هو غاز سام جدا او غاز زي الزفت. ولو دكتور جميل لو دخل ان شاء الله السنه دي في امتحان الشفوي ويسالك هو انهي اسم الكربون دايوكسيد ولا المونوكسيد، المونوكسيد قولا واحدا. اصلا الكربون دايوكسيد موجود في كل حاجه في حياتك اصلا، ما هو موجود في الحاجه الساقعه اللي تشربها اصلا وجسمك بيطلعه وانت بيس معاه. ممكن زاد عن الحد يعني يعمل لك مشاكل في التنفس لكن ما بيسممش قوي يعني، لكن المشكله بقى في الكربون مونوكسيد قاتله الله. اخر بقى حاجه الكيو دوت اف، دي بقى حلوه جدا وبالسمسم، بتقول له ان هي بتساوي الام دوت اف في السي في اللي مديهولك وخلاص. نيجي بقى للافيشنسي بتاعه الموتور بتاعه الانجن. احنا كنا قلنا في اول فيديو خالص كمقدمه ان مفيش انجن بيحول لك الطاقه بشكل كامل، فعندي حاجه اسمها الافيشنسي بتاعه الانجن ودي رمزها افيشنسي اي، دي افيشنسي اوف انجن. لكن افيشنسي في الفوليومتريك افيشنسي دي اللي خاصه بالرو والكلام ده كله، لكن دي خاصة بالانجن. فخلي بالك هي الافيشنسي بتاعتك لو دكتور جاتها موز افيشنسي اي ولا افيشنسي في، ايتا اي ولا ايتا في، دي بتساوي لك المفروض الكيو الفعلية اللي بتاخدها من الانجن على الكيو الفعلية اللي انت خدتها من التفاعل الكيميائي بتاع الفيول. يعني ساعتها ممكن تقول له ان الكيو الفعلية اللي بتاخدها من الانجن بتساوي لك الايتا مضروبه لك في الكيو الفعليه اللي بتاخدها من التفاعل الكيميائي بتاع الفيول اللي هو السي في في الام دوت اف في السي في في الام. طب لو عايز باور يبقى هنا دوت وهنا دوت، كانك قسمت هنا على تايم هنا على تايم، وافيشنسي في زي ما احنا قلنا. فبس هتلاقي بقى ان المفروض الافيشنسي بتاعت زي ما قلنا الكومبريشن اجنيشن انجن اكبر من السبارك اجنيشن انجن. يعني هتلاقي ساعتها ان السبارك اجنيشن انجن
الايتا بتاعته قرابة ال 25%. الكمبريشن اجنيشن انجن عشان اكبر حدود 35%، ارقام حلوة جدا الدكتور اكد عليها في الامتحان، وبتيجي حلو وكتير يعني بتيجي في الشفوي. تعويض هبلة جدا في اخر المسألة، ان هو قال لك انا عايز بقى الباور اصلا بتاعة الانجن اللي هي بي اي، فدي بتساوي ببساطة الافيشنسي مضروب في الكيو دوت اف، قال لك efficiency 0.3، وانت اصلا كنت عادي 130 حمض كيلو وات، فطلعت لك حاجه بالشكل ده. هات بقى بالحصان يا ريس. ازاي؟ حاجه من اتنين، يا اما تقول ان الكلام ده كله بيساواك المفروض، خمسة واربعين او 54,000 وات، وتقسم على 736، عشان قلنا ان كل 736 وات فيهم هورس هورس باور، يعني نحسبها كده 54,000 مقسوم على 736 هيطلع لك تقريبا المفروض يعني 73.37 هورس. واحد تاني قال لك حاجة تانية، بدل ما اقول لك هو الهورس في كام وات، اقول لك هو الكيلو وات في كام هورس، يعني حاول عملية الضرب لقسمة او حالة القسمة للضرب، مش مشكلة. فساعتها بقص بقى، يعني المفروض ده في ده على ده، يعني كده تقول 1 كيلو، يعني ساعتها كده تقول 1000 في 1 على 736 هيطلع لك تقريبا 1.358 بالشكل ده، اللي هو المفروض هيكون تقريبا 1.341 حسب بقى الابروكسيميشن بتاعك، مش مشكلة. ففي الاخر هيطلع لك المفروض برضو نفس الناتج او قريب منه قوي، لكن دكتور قال في محاضره السنه دي ان الهورس باور اعتبره كانه بيساوي 736 وات 736 بس. وكده الحمد لله نكون خلصنا الفرع بتاع دكتور جمال في الانجنز، وان شاء الله ربنا معانا ومعاكم.